مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده من بوكس تو بوكس. من اكتر الحاجات اللي لفتت نظر الايام اللي فاتت وقلت مش هتكلم فيها بس لقيتها بتعلى جدا، تصريح لمحمد عبد الله لاعب نادي الاهلي والزمالك الاسبق، وهو دلوقتي في تحليلاته والحقيقه وفي ظهوره بيطلع كراجل زملكاوي وبينتمي لنادي الزمالك، ودي حاجه يعني لا تعيبه بالعكس، يعني هو في الاخر لعب في الزمالك وشاف ان افضل فتراته في الزمالك. لكنه اتكلم قال تصريح غريب جدا، قال لك انا كنت بتفرج على امام عاشور، على قصدي مع امام عاشور على مباراه الزمالك ومودرن فيوتشر، وامام عاشور زملكاوي طينه فظيع. هوريكم التصريح دلوقتي بتاعه، والحقيقه التصريح بتاعه خدته المواقع واتكلمت عنه، وانا خدت الكلام عادي يعني. ساعات بيبقى في تصريحات هدفها يعني ايه، تعمل جدل وتعمل حواديت على السوشيال يعني، وده حصل اهو. ادي صدى البلد، محمد عبد الله امام عاشور كان بيشجع الزمالك امام فيوتشر، وعبد الله قال لك وكان بيتنطط والعب وشوط زيزو العب اعمل ودي سوي جيب. طبعا الموضوع ده عمل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا على فكره عشان بس الناس تبقى عارفه، السوشيال ميديا هي الحاجات دي بتعجب الناس في الهزار، يعني الناس تخش الناس بتتسلى، ما السوشيال ميديا جزء كبير منها نوع من التسالي يعني وتضييع الوقت، خصوصا احنا في رمضان الناس صايمه او الكلام ده، فبيخش على اكس اللي هو تويتر سابقا او على الفيسبوك او على السوشيال بشكل عام انستجرام، والناس ترد وتهزر، واللي يدافع واللي يقول واللي يهزر واللي يتريق واللي يعمل. بس انا هديكم نموذجين يعني. دخل حد، يعني هاخد لكم تويتين ثلاثه من اللي نزلوا على اكس على القصه دي يعني. دخل حد اسمه السهم الزملكاوي، هتقولي كده نبدا باللي تحت. السهم الزملكاوي بيقول لك محمد عبد الله امام عاشور شجع الزمالك امام فيوتشر بجنون، واحنا بنتفرج سوا، وعمل البتاع الوش وهو يعني مكسوف يعني. بسبب التصريح ده الاهلاويه واخدين محمد عبد الله تقطيع. عصام بيقول يا جماعه امام عاشور كان بيعمل كده واكتر، وكهربا كان بيعمل كده برضه، بلاش نكبر اللعيبه ونديهم حجم كبير عند الجمهور عشان لما يجوا يمشوا ما نقعدش نقول اصلهم خانونا وباعونا وضحكوا علينا. عبد الله بيتكلم، عصام بيتكلم بعقل الحقيقه، يعني اللاعب موظف بياخد مرتبه، لو جاله قعدة احسن من الزمالك طبيعي وحقه انه يمشي. رد موكا الباشا وقال لك طب وبالنسبه، موكا الباشا بقى قال يعني رد جميل جدا، قال لك طب وبالنسبه لفرحه امام عاشور لما جاب الجول في الزمالك دي نسميها ايه معلش؟ طبعا وبيعمل اسقاط على فاينل الكاس، الجول الاولاني جابه امام عاشور، وامام فضل قاعد ومترقب وكهربا يهديه لما الحكم البرازيلي اللي عاملين مشكله على الماتش ده لغايه دلوقتي، الحكم اللي هو الفتوه ده البرازيلي ده، الجول اهو بص يعني. لو هنجيب فرحه بص 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 فرحه امام بقى بص 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 بص، وده اللي يقصده عصام، يقصده مش عصام ولا اسمه ايه، اتكلم كلام الحقيقه يعني. موكا الباشا قال لك وبالنسبه لفرحه امام عاشور بعد الجول ده نسميه ايه؟ هل فرحه زملكاوي برضو؟ عندكم الفرحه بتاعت امام لما الحكم البرازيلي شاور على نص الملعب؟ ده اللي يقصده امام موكا الباشا. فامام طبعا وعمل فرحه الاسد لما بينزل ويعمل بايديه كده والكلام ده. احيانا الجمهور يعني، هو امام عاشور حتى لو يعني كان مبسوط ان زيزو جاب جول مثلا يعني، صاحبه او فلان جاب جول عادي يعني، هل ده معناه انه زملكاوي؟ وهل معناه وهو بيلعب في الاهلي دلوقتي زملكاوي وبيجيب جول في الاهلي انه زملكاوي؟ ولو زملكاوي او اهلاوي هل ده يفرق مع جمهور الاهلي او الزمالك، ولا يفرق مع الاهلي انه يلعب في الملعب ويتالق ويجيب جوال، ويفرق مع الزمالك ان مشي من عنده وراح وطلع ورجع على الاهلي والكلام ده؟ لكن دي في الاخر عايز اقول ان دي في الاخر موضوعات هي جدليه بتطرح وتتقال جدليه عشان تعمل جذب للجمهور، وده اللي حاصل. لكن هو التصريح منطقي مش منطقي، تصريح جدلي في هزار يعني. يعني محمد عبد الله قاله عشان يعمل هذا الجدل، وحتى محمد عبد الله بيقول انا عارف ان هيعمل له مشكله التصريح ده، بالعكس بقى مش هيعمل له مشكله ولا حاجه، لكن خلى محمد عبد الله الناس كلها على السوشيال تكتب تقول محمد عبد الله قال، محمد عبد الله ازاي، محمد عبد الله نزل كده يعني، والجمهور الحاجات دي بيتجرجر وراها ويروح ويجي. عندي حاجتين الحقيقه عكس بعض، اتنين من الخبراء اللي يعني فاهمين كويس في اللوائح
اتكلموا عنها. واحد منهم اتكلم عن قصة الشيبي ولجوء للتحكيم للمحكمة المدنية وتحدد يوم 18 إبريل جلسة في القضية اللي الشيبي رافعها على حسين الشحات. وقرينا امبارح البيان اللي الاهلي عامله وبيطلب من اتحاد الكره توضيح الموقف بالنسبه لمحمد الشيبي الذي اخترق اللوائح الدوليه واتحاد الدولي واللوائح المصريه للاتحاد المصري ولجوء التحكيم المدني وده مخالف. والاهلي قال انتوا بعتوا لنا قبل كده قلتوا ان ده مخالف، طب عملتوا ايه؟ وما بين راي تاني بيقول ان الشيبي ربما يكون من حقه في بعض الاحيان انه يلجا للمحكمه البدنيه. تمام؟ عامر العميره قال محامي الشيبي بيقول أنه سيقدم شكوى ضد اتحاد الكورة، وبنى طبعا الرأي ده على اللي قاله محامي محمد الشيبي امبارح في بيان كان كبير جدا بيان، بس في الآخر تخرج منه أنه هيقاضي أيضا اتحاد الكورة ويعتبره خصم في معركته ضد حسين الشحات. وقال أنه محامي الشيبي بيقول أنه سيقدم شكوى ضد اتحاد الكورة المصري للجنة الانضباط بالفيفا بسبب قضية الشحات. أولا مش من حق احد ان يتقدم بهذه الشكوى، والصح ان الشكوى تكون للجنه الاتحادات الاعضاء بالكاف والفيفا، اتمنى يشتكي حتى يعلم انه اضر بموكله بخطوه اللجوء للمحاكم العاديه. ده رهان الكابتن او المهندس عامر العميره وراجل يعني فاهم جدا في اللوائح. الاستاذ نصر عزام قال ان ماده، بص قال ايه بقى، هو برضه راجل محامي دولي يعني، قال ان ماده 58 في قانون الفيفا تمنع اللجوء للمحاكم المدنيه، تمام، ولكن خد بالك من ولكن دي اللي قالها نصر عزام، هناك بعض الاستثناءات خاصه بالامور الجنائيه التي تسمح للشيبي تقديم بلاغ في واقعه حسين الشحات. ده نصر عزام ادى منفذ لمحمد الشيبي، عامر العميرة اغلق هذا المنفذ على محمد الشيبي. خلينا اخد المهندس عامر العميرة، هو راجل الحقيقه مطلع وعلى اللوائح الدوليه بشكل يعني كبير، ومعظم اراءه الحقيقه بتبقى صحيحه في مثل هذه المواقف الشائكه. مهندس عامر مساء الخير. ازيك يا محمد عامل ايه؟ كله تمام. لا قرب التليفون شويه، احنا فطرنا خلاص والدنيا تمام. طلع لي صوتك شويه، صوتك بعيد. تمام ثانية واحدة كده تمام؟ كده تمام الحمد لله. قول لي أنت كان ليك تعليق على البيان اللي عمله محامي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز امبارح، واللي قال فيه إنه هيختصم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط، وقال إنه ما كانش يتمنى إن اتحاد الكرة يكون طرف، بس هو هيضطر يجعله طرف ويشكوه للاتحاد الدولي، وهيحصل تصعيد مع اتحاد الكرة مش بس مع حسين الشحات. وقال كمان في البيان إن من حقه يلجأ للمحاكم المدنية، خصوصا أن القضية قضية جنائية وليست فقط قضية في كرة القدم. اتفضل يا فندم. وأنت أنا شايف التويتة أو البوست بتاعك يعني بيقول إن أنت بتتمنى إنه يشكو للفيفا حتى يعلم، انت كتبت نصا كده، حتى يعلم المحامي انها اضر بموكله في خطوه اللجوء للمحاكم العاديه. اتفضل يا باشمهندس. تمام. مبدئيا يا استاذ محمد، احنا كنت قبل كده اتكلمت معاك لما قلنا لجنه الانضباط، ولو انت معترض او قلت كنت بخاطب حسين الشحات اللي او الاهلي يقدم شكوى اللي ينفع بقى في الفيفا لجنه الاتحادات الاعضاء وليس اللجنه التاديبيه، اللي اللجنه التاديبيه في الموقف ده ملهاش اختصاص حاليا. اللي هي في الفيفا يعني. في لجنتين اتحادات اعضاء، واحده في الكاس وواحده في الفيفا، اللي هي بتعين لجان التطبيع اللي كانت جايبه لجنه الجنايني ومجاهد. تمام. واللي بتحقق في الخروقات اللي بتحصل في الاتحادات. تمام. او المخالفات الجسيمه اللي ضد النظام الاساسي. طب انت بس بتوضح له ان هو اذا كان هيشكو يشكو لهذه اللجنه. للجنه دي. طب ماشي ده توضيح، لكن انت برضو ختمت قلت ان انت بتتمنى انه يشكو عشان يعرف ان هو اضر بالشيبي بموكله. تمام. ليه بقى بنبدا على ايه؟ الفيفا الفيفا مش هتجامل. ولا هتجامل اهلي ولا تعرف حسين الشحات ولا تعرف لوائح. هتطبق لوائح. تمام. تمام؟ طيب. الواقعه بتاعت حسين الشحات اللي اتكلمنا عليها والشيبي قبل كده حصلت بمجرد اطلاق صفاره المباراه. النهايه تمام. ودي ضمن المباراه، تعريف المباراه حتى انطراف طاقم التحكيم والفريقين مغادره الملعب. تمام. فهي كانت اثناء المباراه. طيب قانون الفيفا التاديبي ماده 14 تمام؟ فيها حاجه انا هقراها لك، عقوبتها 3 مباريات على الاقل. هذكر لك حالات وشوف الحالات دي كانت في حسين الشحات. لا الركل، لا لما تضرب واحد تتكلم. لا بالشلوت ولا حاجه. اللكم، البصق. تمام.
العض ان يعض بسنانه يعني. تمام. الاعتداء او محاوله الاعتداء. تمام. كل دي في الواقع بتاعت دي من اختصاص الفيفا. الفيفا بيدي فيها على الاقل 3 مباريات. تمام تمام. فهي اذا الفيفا عاملها عقوبه رياضيه. طب تعالى نشوف الحاجات الجنائيه. هو الاستاذ ناصر بيقول لك لا ما تشتكيش غير في حاجات جنائيه. تمام. لما حد بيجي يعمل في نظام التيم اس او يعمل في جهاز اداري او اي حاجه في انديه او اتحادات في عقوبات جنائيه الفيفا مصنفها. لو حد عنده عقوبه من العقوبات الجنائيه دي ما ينفعش يعمل. طب هي ايه العقوبات الجنائيه دي؟ نعم. الجريمه المنظمه. الاتجار بالمخدرات. الاغتصاب. التحرش. ده لو منتمي للعبه بس بيقع في تحت هذه الجرائم. الفساد اللي بس فساد. كل الكلام ده مش داخل الملعب. كل الكلام ده خارج الملعب. ما انت لاعب بقى بيعملها. ما انت لاعب يعني لاعب في قضيه فساد او لاعب تلعب في نتيجه او لاعب اغتصب او كل ده خارج بقى. الملعب اكيد مش في الملعب. الملعب بقى تلاعب بنتيجه مباراه. تقدر تشكيه بره ويتحبس. تمام تمام. عندك ايه؟ الاتجار بالاطفال. تمام. او الضعفاء. تمام. كل دي التهم الجنائيه. مفهومش اللي لاعب اشتبك مع لاعب في الملعب. انت عايز تقول ان ده لا ينطبق على واقعه حسين الشحات؟ معلش الواقعيه دي كلها الجنائيه للفيفا. طيب تسمح لي خليك معايا هاخد برضه الاستاذ نصر عزام يبقى معانا برضه بحيث يبقى النقاش احنا الثلاثه ويبقى النقاش في الاخر مثمر يعني. الاستاذ نصر عزام المحامي الدولي. مساء الخير يا استاذ نصر. مساء الخير استاذ محمد. ازيك؟ ايه اخبارك؟ كله تمام. ومعانا المهندس عامر العماير على الخط الثاني بيرحب بيك طبعا. اهلا وسهلا شرفنا. انت ليك تصريح بتقول ان الماده 58 في قانون الفيفا يمنع اللجوء للمحاكم المدنيه فعلا، ولكن هناك بعض الاستثناءات خاصه بالامور الجنائيه التي تسمح. انت حضرتك بتقول تسمح للشيبي تقديم بلاغ في وقعه حسين الشحات. هل انت ترى ان هذه الواقعه تدخل ضمن الامور الجنائيه ودليلك يا فندم؟ طيب هو خلينا نتكلم بعيدا عن موضوع حسين الشحات والشيبي. هو اصل يعني موضوعنا. نتكلم انا قصدي نتكلم بشكل عام عشان الناس تفهم برضو تأصيل الموضوع ازاي. الاختصاص للمحاكم في الامور الجنائيه ده اختصاص وفقا للدستور واختصاص حصري للنيابه وللمحاكم الجنائيه. وبالتالي الجزء ده ما ينفعش نيجي نقول والله لا ده هيبقى جزء رياضي. يعني لو واحد ارتكب جريمه. لا بس الدستور برضه بيقول انه يحترم كل الاتفاقات والمعاهدات واللوائح والقوانين الدوليه. انا بوضح لك في نفس الوقت لك احنا بنتكلم على واقع. لو انت دلوقتي مثلا لاعب كوره او مدرب وحد لاعب اخر او مدرب اعتدى عليك، هتيجي تقول لا انا ما ينفعش ان انا اشتكيه في النيابه العامه عشان هو ده مدرب هيبقى عنده حصانه رياضي هيبقى عنده حصانه كده؟ لا ما عندوش حصانه بس القانون. عنده لوائح تحاسب. اذا لا خلينا نفرق بقى ان هو يبقى فيه عشان بس ما نلخبطش الناس تسمعني ويعني لو نوضح الامور وبعد كده ممكن ايه عشان حضرتك ذكرت الدستور. فهنا بنتكلم على ان اي مواطن قبل ما يكون بينتمي للانديه الرياضيه او الاتحادات هو بينتمي للدوله بالاساس كمواطن في الدوله ويحترم القوانين وفقا للقوانين الموجوده في كل دوله. ودي حاجه مش بدعه يعني دي حاجه موجوده في كل الدول. بس الدستور في الدباجه بتاعته المقدمه بتاعته بيقول انه يحترم ويطبق كل الالتزامات واللوائح الدوليه والقوانين الدوليه اللي مصر مشاركه فيها. عشان كده احنا بنتكلم على القوانين الدوليه. هي ماده 58 فقره 3 دي مش من ضمن القوانين الدوليه في النظام الاساسي للفيفا؟ قولها لنا بقى دي. طيب ماده 58 فقره 3 من لوائح الفيفا بتقول ان دايما الاختصاص للامور الرياضيه في المحاكم الرياضيه او للاتحادات الدوليه او الاتحادات المحليه. اوكي. ويمنع اللجوء للمحاكم العاديه. تمام. ده كمبدا عام. تمام. الا لو في نص في القوانين بينص على اللجوء للقضاء. يعني الماده 58 بتقول كده الا لو في نص ثلاثة. الا لو في موجود داخل الدوله في قوانين بتبقى منظمه لامور اخرى ان هي بتختص بيها المحاكم. فهنا النص واضح. طب امتى يبقى في بقى نص؟ لما بنيجي نقول لو في حد ارتكب مخالفه جنائيه. هتروح المخالفه الجنائيه دي تروح للجانب الرياضي فقط. يعني على سبيل المثال كان في انت ممكن يبقى في حد مثلا عمل تجاوز. ممكن بتروح والشخص ده رياضي. اعتقد النادي الاهلي فتره فاتت مثلا قدم شكاوى للنيابه العامه وقدم برضه ممكن شكاوى للاتحادات الرياضيه. مظبوط؟ على وقائع في الملعب؟ مش مساله وقائع في الملعب، بكلم على ناس ممكن بينتموا لجهات رياضيه. فالفكره ان انت في الاخر ايا كان ايا كان مين الشخص اللي بيكون ارتكب الفعل ده، لو الفعل ده بيمثل جريمه وفقا لقانون العقوبات المصري
هيتختص بالتحقيق. طب حصل حضرتك سؤال، هل ده معناه مثلا حصلت واقعة اعتداءات مثلا بين لعيبه من الاهلي والزمالك في ماتش اللي هو نهائي القرن مثلا، وللكاف خد فيه عقوبه مثلا زين الدين زيدان والنطحه اللي كانت فاينل كاس عالم؟ انا بديك امثله، هل دي تدخل برضو تحت فكره انها تبقى واقعه جنائيه من حق اللاعب اللي نطحه زيدان انه يلجا لمحكمه مدنيه، او من حق اللاعب اللي تعرض لاعتداء سواء من الاهلي او من الزمالك في ماتش القمه ده، اعتداء بالبوكس مثلا بالبنيه، هل ده معناه انه من حقه انه يلجا للمحاكم الجنائيه او لعيب، انا اسف بس للاطاله، او مثلا حكم لعيب ركل حكم بالشلوت او حكم زق لعيب، او هل ده من حق اي حد يتعرض لاعتداء كهذا في اي ملعب انه يلجا للمحاكم المدنيه؟ طب كويس ان حضرتك سالت سؤال على مهم. على كلامك يعني حضرتك سالت سؤال مهم، ان واحد اعتدى على حد هل ممكن اروح مثلا واطالب بتعويض عن الاضرار اللي تم الاصابه، تمت الاصابه مثلا بسببها؟ اوكي هنا في الرياضه بنفرق ما بين حاجتين، وهنا نقول مثلا لعبه كره القدم ولعبه البوكس. انت ممكن في لعبه البوكس واحد يضرب واحد يموت صح، بس ده في اطار ما هو ده بقى هنا السؤال اللعب. هي دي النقطه، هنا المعيار لان وجود مسؤوليه زي كده، هل الـ 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 الضرر اللي حصل كان وفقا لقوانين اللعبه او لا؟ ما انا خليني اتكلم كمشجع بسيط، يعني انت حضرتك ملم باللوائح، معانا الاستاذ عامر العمايره برضو ملم باللوائح، انا مش ملم زيكم. هنفترض انا بتفرج على ماتش في لعيب ضرب لعيب بالبوكس في الملعب في كره القدم، ده مخالف ولا مخالف لقواعد كره القدم؟ او شاطه بالشلوت مثلا، هل ده من حق اللعيب ده انه يروح لمحكمه مدنيه، ولا اللوائح اللي بتقول ان في عقوبه كذا على الركل، في عقوبه كذا على البسط؟ كمبدا عام كابتن محمد، لو الفعل اللي تم ارتكابه مخالف لقواعد اللعبه هيبقى في مسؤوليه. ما هو اللعبه بتشرع برضه ان اي خروج عن النص في حاله الركل بثلاث ماتشات، في حاله البسط كذا، لا في حاله لا الضرب والاعتداء على الحكم كذا. انا كلام، بص انا العقوبه الرياضيه، خلينا نفرق ما بين حاجه، ان انت ممكن ترتكب فعل، يعني ممكن العقوبه الرياضيه تتاخد وجنايات تتاخد برضه؟ ايوه، ما ده حصل في وقائع كتير قبل كده. زي ايه مثلا؟ حتى وقع زيدان اللي انت بتتكلم فيها كان في قضايا ما بينهم هناك منظوره في المحاكم العاديه، غير ان زيدان ممكن خد طرد في اثناء المباراه، دي عقوبه رياضيه مباشره. ايوه بس ما فيش حكم صدر لصالح ماترازي ده ولا اسمه ايه بتاع لا الدولي. كان في قضايا برضه موجوده، فاللي انا هوضحه لك مره ثانيه. مفيش احكام، مفيش قضايا، مين قال في قضايا؟ هقول لك على حاجه، الفعل حضرتك بتقول لي معلومه ان في قضايا، انا لا ما اعرف، انا اعرفه ان مفيش قضايا. لا كان في طلب تعويض بسبب الامور دي، لان هو ده برضه شتم وكده. خلينا برضه، انا عايز ابعد عشان الموضوع ما بقاش بس هو موضوع حسين الشحات. احنا بندي امثله، لا احنا بنتكلم، احنا بنتكلم بشكل عام. حضرتك بتسال هل الفعل الواحد ممكن ينشا عنه اختصاصين؟ ممكن يبقى في حد ارتكب مخالفه، المخالفه دي يتعاقب عليها رياضيا، وفي نفس الوقت يبقى في دعوه جنائيه ضده. اذا حضرتك كمحامي دولي شايف ان من حق محمد الشيبي، من حق اي لاعب، يعني ممكن حسين الشحات. لا خلينا ناخد الواقعه دي، خلينا ناخد الواقعه دي. ما انا هشرح، انا سمعت من ضمن الواقعه دي ان حسين الشحات بيقول برضو ان شيبي اعتدى عليه لفظيا، اعتدى عليه لفظيا. فانت هنا بيعمل ايه؟ من حق برضو ان هو يقدم بلاغ في النيابه، وبعد كده النيابه بتعمل ايه؟ ويقول فيه انه الشيبي اعتدى عليه لفظيا، ويثبت الملف كله، ويثبت بالشهود. من حقه طبعا، كل واحد من طرف من حقه. بس انت عارف معناه كده يا استاذ نصر، معناه ايه؟ اتفضل. ان اي مخالفه تصدر في ملاعب كره القدم في باي شكل كان، يمكن للطرف ده او ده ان يلجا للمحاكم المدنيه على كلامك. طيب هي ما يعني كلمه المحاكم المدنيه، بس هي كلمه خاطئه. دايما احنا بنقول عليها كلمه المحاكم المدنيه، هي الكلمه دي خاطئه، اوكي؟ انت بتلجا ليه هنا؟ انت بتعمل بلاغ لمخالفه لقانون العقوبات او القانون الجنائي. احنا بنقول ان انا مذكوره في لائحه اتحاد الكوره كده، المحاكم المدنيه. لا، ما هي الاوردري كورس، ماشي، المحاكم العاديه او كده، بس هي دي انت مش لاجئ لكده، انت بتلجا ان انت بترفع شكوى بيتم التحقيق فيها من الجهه المختصه حصريا بهذه الامور. يعني لو حد ارتكب ضدك مخالفه تمثل مخالفه لقانون اتحاد الكوره تقصد؟ لا، اتحاد الكوره هنا بينظر في الشق الرياضي، في العقوبات التأديبية. اذا اي حد يتعرض لاي اعتداء ان كان لفظي او ركل او بسق، طالما مخالف لقواعد اللعبه، هنا ممكن بقى النيابه العامه تشوف هل الواقعه دي تمثل مخالفه لقانون العقوبات ولا لا. لو شافت ان في مخالفه ممكن تحيلها للمحكمه، ممكن هي من النيابه من الاول تشوف لا ان مفيش مخالفه للواقعه دي، فتحفظ القضيه. صح ولا بس مش؟ بس في الاخر انت بتدي الحق لاي طرف انه يروح للنيابه، لان انت اي لاعب وحسب رؤيه النيابه تقرر ترفع على قضيه ولا لا. أيوة، بس انت اديت الحق، حضرتك اديت الحق وفق الماده اللي حضرتك بتقول عليها دي لاي طرف ان يلجا للنيابه في اي موضوع يرى انه تم اعتداء عليه، وات ايفر هو ايه السبب ليه؟ لان الامور الجنائيه هي اختصاص حصري
للنيابة العامة طيب تحقق فيها وتحلها للمحكمة بعد كده او لا. طب تسمح لنا بالنقاش الثلاثي بقى ممكن؟ طب انا بس عشان اكمل الفكرة. طب يبقى هنا بنيجي بنقول ايه؟ ان النيابة ممكن تلاقي موضوع ان هنا في مخالفة وفي مخالفة تحيل الموضوع للمحكمة. المحكمة ممكن بعد كده بره اي طرف. تمام. يعني مش شرط ان الموضوع راح المحكمة. انا انه انت إن في إدانة. انك حدين حسين او تدين الشيبي. الموضوع بشكل عام انا قبل اللاعب دي قبل ما يكون لاعب كرة قدم هو اصلا مواطن وملتزم بالقوانين داخل البلد. بس انت شايف ده منطق ان في الرياضة بشكل عام ان اي حد يشعر باعتداء يلجأ للمحكمة؟ انا شايف ان ما ينفعش ان يكون في حصانة لاي طرف بسبب ان هو رياضي ويرتكب مخالفة للقوانين. مش حصانة هو عشان عنده الفايل بتاعه بيحاسبه اللي هو لا لا ده يحاسبه رياضيا. لكن انت دلوقتي هل انت كرياضي تروح مثلا نفترض مثلا لاعب راح اعتدى على لاعب في المباراه وعمل له عاهه مستديمه مثلا هل هنيجي نقول لا والله ده كان في ماتش كوره؟ عاهه مستديمه ده قصه تانية لانه طيب هو اثر على مستقبله لا لا ودخله. ما هي دي الفكره بقى. ما هي دي الفكره بقى. احنا بقى كده بنقيم درجه الضرر. صح. درجه الضرر ده بقى موضوع تاني. اه ده ضرر كبير ده ضرر قليل. ممكن يبقى فيه غرامه بس في الاخر كعقوبه. ممكن يبقاش فيه عقوبه خالص. لا في براءه. دي حاجه تقدرها المحكمه. لكن احنا بنتكلم طيب. في السلطه للنيابه العامه وللمحكمه. الفكره يا فندم وصلت. استاذ عامر العمايره اتفضل. السلام عليكم. انا بس عاوز اسال استاذ مصر سؤالين. الماده 14 تمام من قانون الفيفا التاديبي اي ممكن يقراها لنا ويقول لنا بتذكر ايه؟ ده يمكن ده. ممكن ما تكونش قدامه دلوقتي الماده 14. لا الماده 84. انت صوتك بيقطع يا باشمهندس عامر مش واضح. طيب لحضرتك يقول لنا الماده 14 اي من قانون الفيفا التاديبي بيقول ايه؟ لقيت في جزئيه ثانيه عاوز اساله فيها اللي الاتحاد الدولي بيقول منع نظر قضيه تم اخذ فيها قرار قدام منتدى قضايا اخر ودي موجوده حضرتك في تعليق الاتحاد الدولي على لائحه اوضاع اللاعبين. تمام؟ حضرتك كلاعب السبب الركل الكلام ده موجوده في قانون الاتحاد الدولي وتم اخذ عليها عقوبه بتقول لك 3 مباريات. تمام؟ ودي اختصاص رياضي. اللي مش اختصاص رياضي وتبقى جنايه حاجات ثانيه. طب بس الاستاذ نصر بيقول اذا كان الدستور لما ركل حسين الشحات الاستاذ نصر بيقول اذا كان الدستور استاذ عامر انت سامعني؟ محمود جاد يا باشمهندس عامر انت سامعني الاول؟ في المغرب وتوقف 4 ماتشات. طب انت سامعني يا باشمهندس عامر؟ ليه؟ اللي المباراه ما بتنتهيش بصفاره الحكم. انت سامعني عشان بس حضرتك مش سامعني. انت بتتكلم ومش سامعني. التعريف بتاع تعريف المباراه. تمام؟ زائد يا كابتن عامر العمايره انت سامعني ولا مش سامعني؟ انا سامعك كده. بتقول ايه؟ انا عشان بكلمك بقالي دقيقه انت مش لا لا في الصوت عمل الصوت. انا بقول لحضرتك انت بتقول استاذ نصر عزام بيقول ان الدستور يكفل الحق لاي رياضي كمواطن. بتقول ايه حضرتك؟ الماده 84 قول لنا على طول. قول لنا بتقول ايه؟ ما هو هقول لك انا يا فندم. خليك لحظه معايا. استاذ نصر قال لك تعليق. هقرا لك النص. طب على ما تجيب النص وتقراه. هل استاذ نصر ليه تعليق؟ استاذ نصر ما خليه يكمل ما فيش مشكله. خليه الماده 84. طب اتفضل عشان بس عندي فاصل. اتفضل. طب بص عقبال ما اجيب لك النص بتاع الماده 84. طب هل تفضلوا معايا على التليفون اطلع الفاصل وارجع نكمل؟ لان تمام. الموضوع ده شائك ومحتاج نتناقش فيه. تمام ماشي. طب خلاص خليكم معايا على التليفون. نطلع فاصل سريع ونرجع نتناقش في هذه القضيه بين الكابتن عامر العمايره خبير اللوائح والاستاذ نصر عزام المحامي الدولي. اهلا بكم من جديد. لا يزال معنا على الهاتف الاستاذ نصر عزام المحامي الدولي والمهندس عامر العمارة خبير اللوائح الدولي. استاذ نصر هل لك تعليق ولا انتظر يقول لنا المادة الاستاذ عامر العمارة الاول عشان نتناقش؟ بص هي كامل عشان هو كامل فيها كده. تمام. اتفضل يا باشمهندس عامر. اتفضل يا فندم. بعت لحضرتك المادة ممكن تنشرها وهقراها لحضرتك دلوقتي. اتفضل. اتفضل انا معاك. تمام. المادة 84 تمام من الدستور المصري. اتفضل. ممارسة الرياضة. طلعوا على الشاشة يا جماعة احنا بنتكلم دي في الدستور تقصد. انت قصدك المادة 84 في الدستور المصري. تمام. انا ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا. مش هي دي؟
تمام، ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. يبقى نروح للمعايير دي، الدستور أبو القوانين بيقول لك لما يبقى فيه منازعة زي دي رياضية أروح لمين؟ للقوانين الدولية لوفقا للمعايير الدولية والفصل في المنازعات الرياضية. تمام. القوانين الدولية بقى بتقول إيه؟ المادة من قانون الفيفا التأديبي اللي ممنوع تلجأ للمحاكم تمام الرياضية. احنا في الواقعة دي اولا ده شأن داخلي في البداية، فانت بتمشي على على لائحة انضباط الاتحاد المصري تمام، تحت سيادة الاتحاد المصري في المسائل التأديبية بيبقى تبع الاتحاد المصري، في المسائل التعاقدية تبع الفيفا، فهنا اختصاص الاتحاد المصري. فمفروض الاتحاد المصري بيقول لك الاستاذ نصر بيقول ان دي مش منازعه رياضيه، ده فيها شق جنائي لانه حصل اعتداء على اللاعب. مين بقى اللي يحدد اللي هي شق جنائي يا استاذ محمد؟ مين اللي يحدد؟ هقول لك انا كام حاجه. اه لما الاتحاد الدولي في الماده 14 اي اللي انا قلت الاستاذ نصر يقراها، اه محدده اللي عقوبه الاقصاء على الاقل 3 مباريات وبطول رسل وعض ولكم وكل الكلام ده ده حكين الشحات عمله تمام، والالفاظ النابيه تمام عقوبتها ايه؟ طب استاذ نصر كلام الاستاذ عامر واضح، هل لك تعليق؟ استاذ نصر عزام اتفضل يا فندم. هو بيتكلم على اللوائح الرياضيه، واللوائح الرياضيه بتنظم، هو بيقول ان الماده 14 في الفيفا بتقول في حاله الركل، في حاله البصق، في حاله الاعتداء، وبالتالي تقع الواقعه دي تحت لا. هذا المسمى. ما هو هنا هنفرق ما بين حاجتين. مش معنى ان هو عمل الفعل ده ان هو مش عاقب رياضيا، ده اختصاص رياضي للجنه الانضباط. تمام. هل هو اللاعب رايح للنيابه العامه بيقول لهم وقفوهم مثلا 4 مباريات؟ لا، ده اختصاص للجنه الانضباط الشق الرياضي. اما الشق الجنائي هو اختصاص المحكمه. اوكي، ده الفرق ما بين الواقعه دي. لو في شقها الرياضي ورايح تروح للمحكمه يقول لك لا انا مش مختص، تمام، راح اطلب ان هو ايقافه 3 مباريات زي ما لائحه اتحاد الكوره يقول لك لا ده مش اختصاصي. تمام. اختصاص المحكمه هو الفصل في الامور الجنائيه اللي هي حصرا اختصاص للنيابه العامه وللمحكمه الجنائيه، وبالتالي مش هيكون ليها اختصاص بالنسبه لاتحاد الكوره. مش معنى ان في مواد بتنص على العقوبات الرياضيه اللي بتبقى فيها انها تمنع العقوبات الاخرى، انها تمنع ان العقوبات الاخرى، وبالتالي النقطه المهمه هقولها احنا بنتكلم عن النظام الاساسي للفيفا صح كده؟ مظبوط. ماده 58 فقره 3 بتقول لك الا، يعني اختصاص للامور الرياضيه الا في الامور اللي فيها نص ملزم في القوانين باختصاصات الجهات الاخرى، وهنا ده عندنا الدستور المصري. تقدر ترجع للمواد الدستور المصري اللي بتنص طبعا حصرا للنيابه العامه. هل في حد من حقه يحقق في امور جنائيه غير النيابه العامه؟ لا، هنا النيابه العامه بتحقق وتشوف هل في مخالفه للقانون. اه هي اللي تحدد مين اللي يحدد. انت كنت تسال سؤال من شويه، مين اللي يحدد كان في مخالفه بقى للقانون ولا لا؟ النيابه العامه. لو ما فيش مخالفه هتحفظ الموضوع، لو شايفه ان في شبهه مخالفه او فيها مخالفه هتحيل ده للمحكمه. اذا حضرتك شايف ان من حق الشيبي يلجا للمحكمه في الاخر، من حق اي لاعب. طب انا بس عايز اوضح النقطه عشان معلومه حضرتك قلتها، انه ماتيرازي طالب زيدان بتعويضات، هو طالب الصحف التي قامت بالتشهير به بتعويضات، وتلقى من اقول لك وتلقى ماتيرازي تعويضات تشهيريه من صحيفه ذا سان بسبب تقارير ذكرت انه وصف زين الدين زيدان بانه ابن عاهره ارهابيه قبل ان ينطحه زيدان، ولم يتم الكشف عن مبلغ التسويه خارج المحكمه. ده شك تاني ممكن انت تكون رحت له، بس لكن لم يقاضي زيدان نفسه. لا، هو مش هو اللي هيقاضي زيدان، لان هو ثاني زيدان هو اللي كان تم توجيه ليه الالفاظ دي. ما هو زيدان هنا اللي احنا بنتكلم فيه، وزيدان هو اللي اعتدى عليه. هو انت في الاخر انت ولا زيدان قضاه في المحكمه. انا مش كده معناه بقول انك غلط. طيب. او صح، بس انا عشان الواقعه دي معلومه. خلينا احنا بنوضح الواقعه اللي موجوده. ده لائحه النظام الاساسي للفيفا هي اعلى لائحه موجوده للدستور بالنسبه للامور الرياضيه. مظبوط. طالما ان لو كانت الفيفا عايزه تقول ان ما فيش لجوء خالص للقضاء العادي كانت هتقول ايه؟ ممنوع بتاتا، صح ولا غلط؟ مظبوط. طالما في استثناء، الاستثناء هنا ده للامور اللي طب ماذا لو لجنه الانضباط طالبت من الشيبة التنازل عن هذه القضيه وليس من حقه اللجوء للقضاء العادي؟ طيب
انت هنا انت رايك ايه؟ ما هي الخطوه التاليه في رايك؟ هل من حق لجنه الانضباط تجبر حد على سحب؟ انا بقى بقول لسيادتك لجنه الانضباط اختصاصها لجنه الانضباط اختصاصها ان هي تنظر لو في حد ارتكب مخالفه للقواعد واللوائح. ما هو تحت مسمى اللي حضرتك بتعترض عليه انه ليس من حق الشيبه اللي جوه المحكمه العاديه، حضرتك معترض اصلا على دي. ما هو دي النقطة، انت هتعاقب على حاجة هي مسموح بيها. اذا ارتأت لجنة الانضباط ان لجوء الشيبة ومحامي للقضاء العادي هو اختراق للوائح الاتحاد المصري. لا هو هنا وقتها اللاعب من حقه عايز يستأنف هذا القرار، ممكن يستأنف بقى قدام لجنة الاستئناف ويكمل استئنافه ضد القرار ده. دي حاجة ترجع ساعتها للاعب. يعني انت مع انه من حق محامي الشيبي ان يستكمل مشواره الذي بدأه. لو يعني لو بس دي هتبقى حالة طبعا عمرها ما حصلت قبل كده ان انت لجنة الانضباط تطلع حكم حاجة هيبقى مخالف للدستور حتى، لأن الدستور بيكفل هذا الحق. إنما حضرتك شايف إنه محامي الشيبي يسير في الطريق اللي هو ماشي فيه. لا هو أنا بجاوبك، ما أكيد كل واحد من حقه، يعني زي ما حسين الشحات من حقه برضه إن هو. أنا فاهم، أنا بتكلم لوائحيا وقانونيا، حضرتك شايف وفقا لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري أي طرف من حقه إنه يستأنف هذا القرار قدام لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة المصري. تمام. ثم بعد كده أمام مركز التحكيم. ماشي. لكن أنا في عايز أقول لك على يعني مادة مهمة في الدستور المصري، معرفش يعني طبعا الجزء المهم جدا مادة 99 اللي بيقول كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عليها عنها بالتقاضي. هو بس الموضوع ما كبرش للدرجات الحياة الخاصة او يعني ما هو يعني لا ما انا بكلمك يعني ياما شفنا في الملاعب شتايم وياما شفنا في الملاعب اشارات خارجة وياما شفنا في الملاعب في الاخر ما بص يا كابتن يعني اللي انت بتقوله ده يندرج تحت اي تصرف غير انك تشوط الكور اي حاجة طيب. لو فاول حتى اللعيب عمل حركة في لعيب في فاول ولا اعتدى عليه يبقى انت كده بتقول له ما هو انت في حاجات ممكن بتهتم بحالات المحكمة بعد كده الناس بتاخد براءة صح ولا غلط؟ مظبوط. هنا تحديد بقى مدى الجريمه اللي ارتكبت او المخالفه اللي ارتكبت المحكمه اللي تقول الخاصه بيه المحكمه اللي مش احنا. تمام. طب بس هي دي في الاخر، لكن احنا بنقول هل ينفع ان حد يقدم بلاغ ولا لا؟ ده كل الناس من حقهم زي ما حسين الشحات من حقه زي ما اي طرف من حقه. تمام. لان الامور الجنائيه اختصاص حصري للنيابه العامه والمحكمه. تمام. ما ينفعش نيجي نقول الشك ده يروح لاتحاد الكوره. ده حاجه. ان انت بتتكلم برضه على الشك الرياضي طبعا ده برضه اختصاص، لو انت راح في اي دعوه بشك رياضي لا هيبقى اختصاص اتحاد الكره المصري. عموما في الاخر اللي هيفصل لو تم اللجوء للاتحاد الدولي للفصل، مش كده؟ اكيد لو انت شايف ان في حد برضه في خلاف ممكن يرفع الموضوع برضه للاتحاد الدولي وهيوضح الموضوع. هل هنا الاتحاد الدولي هتكون كلمته هي الفصل؟ والله لو حد عايز يوجه استفسار للاتحاد الدولي ان هو يوضح الماده 58 ويقول هل اللجوء هنا ده يخالف هذه الماده ولا لا، ممكن اكيد الاتحاد الدولي. وهنا الاتحاد الدولي اذا قال او لا يبقى ده كلمه الفصل؟ لا، كلمة الفصل في الاخر انت عندك القوانين في مصر والمحكمة يعني اللي اذا الاتحاد طبعا. الدولي قال ان الشيبي من حقه او ليس من حقه، هنفترض ان قال ليس من حقه او قال من حقه، هل الطرفين يلتزم بما يقول الاتحاد الدولي هنا؟ بص هو كل طرف من حقه ياخد الاجراءات اللي هو عايزها، في الاخر هو اللي بيتحمل النتائج المترتبة عليها. انا بكلمك على وضع اللوائح والقوانين بشكل عام. حتى لو هيتعرض لعقوبات؟ ما هنا مش هيبقى في عقوبات بسبب ان النصوص هيرجع للاتحاد الدولي عشان يقول لك ان في اختصاص او لا، هيرجع للدستور المصري والقوانين المصريه. تمام. لما يكون في نص ملزم، ودي الماده بتاعه ال 58 بتقول كده، لو في نص ملزم في القوانين تمام. المحليه لاختصاص المحكمه تمام. خلاص ده الاستثناء الموجود. طيب. هل السؤال بقى هنا هل في اختصاص حصري للمحكمه وللنيابه العامه في الامور الجنائيه ولا لا؟ تمام. لازم تجاوب عليه، لو في اختصاص حصري يبقى خلاص الموضوع، وده حاجه متعارف عليها دوليا مش هنا بس. تمام. على سبيل المثال لو انت فاكر برضو حاجات اللي كانت موجوده وبس عشان وقت وجهه النظر وصلت، انا اسف بس عشان انا لازم اطلع فاصل. الاستاذ عامر عمارز حب يختم، خلاص وجهه نظر الاستاذ نصر وصلت. استاذ عامر عمارز حب يختم. انا بس هسال الاستاذ نصر، بيقول في قواعد كتير، انا نفسي قضيه واحده يبعتها للاعداد وحضرتك بعد الفاصل تعرضها، يقول لي قضيه رقم كذا صادره عن المحكمه الجنائية في دولة كذا ضد اللاعب كذا بتاريخ كذا، حالة واحدة. تمام. استاذ نصر هل هذا المثال عندك؟ والله يعني انت عندك هنا في مصر كمان حاجات كتيرة حصلت يعني. زي ايه مثلا؟ يعني استاذ عامر بيقول يعني في امثلة كتير حصلت قبل كده وفي ناس راحوا رفعوا قضايا بعد كده بسبب. هل حضرتك تذكر منها حاجة؟ لا يعني انت عندك مثلا يعني مش عايز اذكر اسامي معينه برضو عشان ما يبقاش ده، بس لو قضيه خلاص معروفه يعني مش سر عاجب يعني بقى لك امور دوليه، لكن دي حاجه في الاخر اختصاص زي ما انا وضحت لك كده، ده الدستور هو اللي بيفصل فيها. اصل الاستاذ عامر خد بالك المهندس عامر بيتكلم بنبره فيها تحدي يعني ما هو يعني بص مع احترامي طبعا مش تحدي ليك هو تحدي للفكره، انتوا الاثنين شخصيتين محترمتين طبعا. مع احترامي ليه احنا في الاخر في زي ما انا وضحت لك في نص للاتحاد الدولي. تمام. لو هنيجي نقول ان الموضوع فيه منع تام
والله نصر الاتحاد الدولي بيقول لا. هو بيذكر هل في واقع بره مصر او جوه مصر حضرتك؟ هتقدر في، هقول لك على حاجه، في طبعا وقاع كتيره. زي ايه؟ ممكن لو، ما انا بقول لك هو في وقاع كتيره، لو انت عايز امثله عليها ابعت لك مفيش مشكله، لكن انت بالاخر بتشوف المثال اللي انت بيبقى متعارف عليه. ممكن حد اعتدى على حد يرفع عليه قضيه، ممكن بيبقى فيه زي تعويض بتحكم له بيه. هو بيقول لك اديني مثال واحد، هل في مثال حاليا في يعني متذكره ولا تشوفه تبعت يعني منه؟ لو انت فاكر يمكن في ميدو في مباراه، احد المباريات الوديه مثلا، كان اعتقد مع منتخب مصر سابقا، وكان في اللاعب اللي اتضرر بسبب الاصابه في المباراه قدم دعوه، كان اعتقد اتحكم له التعويض وقتها. يعني ده مثال موجود. استاذ عامر، هل تعتبر قال ان ده اصابه في مباراه؟ لا، والمحكمه حكمت فيها. باشمهندس عامر، هل تعتبر ان دي الدعوه دي كانت قائمه فعلا وفيها تعويض حصل؟ بص حضرتك، بص الدعوه برقم قضيه خارج مصر، سيبك دلوقتي من مصر، احنا بنتكلم بره، الناس بره فاهمين اكتر، صح؟ لا، وده واقع ميدو لاعب كان اعتقد نادي الاعلاميين. لا ده كان مباراه وديه ومع الاعلاميين، وتصالح مع اللاعب في الماتش، وجي بعد كده ما رضيش يدي للاعب التعويض، فكان رفع عليه بره وكان عمل عمليه. طب انا ياخد منه تكاليف الاعماليه. طب انا بس انا بختم الكلام ان حضرتك المهندس عامر العمارة رافض فكره اللجوء للقضاء العادي في مثل هذه الامور وفق اللوائح الدوليه والاتحاد الكره المصري، مظبوط كده يا فندم؟ والاستاذ نصر عزام بيقول ان حتى لو ده موجود في اللوائح، لكن لا يمنع من احقيه محمد الشيبي ان يلجا لمحكمه عاديه في الشق الجنائي والحصول على تعويض. انا كده فاهم صح من الطرفين، مظبوط كده؟ ده مش رايي الخاص يا كابتن محمد، عشان ما انا فاهم يا فندم حضرتك بتتكلم نص الاتحاد الدولي والدستور المصري، وده اللي حسين نفسه كمان مكفول ليه، مش بس الشيبي. انا فاهم يعني، انا فاهم، ممكن تقول انه اعتدى عليا لفظيا وكذا وكذا، هو مكفول ليه برضه، اي واحد ممكن توجه له حاجه. تمام. من حقه انه يقدم بلاغ للامور. تمام يا فندم. انا بشكر الاستاذ نصر عزام المحامي الدولي، وطبعا وصديقنا الباشمهندس عامر العمايره خبير اللوائح الدولي، وهنشوف في الاخر ماذا ستقول اللوائح الدوليه وماذا سيقول الاتحاد الدولي في هذا الشان. بس في اطار بقى يعني جمهور الاهلي مثلا عمل على طول بوستات، وعمل دخل عمل حاجات يعني جاب حاجات على الشيبي بتواريخ قديمه في مواقع مغربية، يعني مثلا يعني بتاريخ 15 مايو مدرب الجيش الملكي يرفض عودة نجم الفريق في كان اسمه كارلوس ألوس تقريبا حاجة كده، مدرب الجيش استبعاد محمد الشيبي عن مباراة الدوري المغربي لأسباب انضباطية، يعني ده اللي بيقوله مدرب الخبر بتاع اللي نازل يعني اللي الناس جايباه. يعني خبر تاني بيقول طالب لا مكان للشيبي في الجيش الملكي. خبر تالت بيقول لاعب القنيطري يعتذر لمدرب الرجاء المغربي وتوجه حمزه الشيبي لاعب النادي القنيطري باعتذار لرشيد كذا مدرب الرجاء على خلفيه حركه لا اخلاقيه صدرت تجاهه. هو القصد من الحاجات اللي بيعملها جمهور الاهلي دي، هي فين يا جماعه على الشاشه الحاجات دي؟ يعني انا هخلص الموضوع وبعدين نطلع بعد خلاص، ما تزعوش حاجه. فزي ما انتم شايفين كده، كل دي اخبار جمهور الاهلي عاملها على حاجات سابقه للشيبي في 19 و20 و21، لكن في النهايه يعني هم عايزين يقولوا يعني ان سلوك الشيبي في مواقف سابقه لم يكن انضباطيا، لكن في النهايه مش هربط الواقع بالكلام ده، في الواقع في الاخر هنشوف ماذا ستسفر قرارات لجنه الانضباط او الاتحاد الدولي او اللوائح الدوليه او المصريه في هذا الشان، وهل سيكون من حق الشيبي اللجوء للقضاء العادي ام لا؟ هنشوف. كمان الموضوع تطور بين الاهلي وبيراميدز، مش بس في قضيه حسين الشحات والشيبي، لا ده ممدوح عيد الرئيس التنفيذي وعادل القيعي رئيس شركه الاهلي بقى بينهم قضايا. ممدوح عيد قدم بلاغ وراح المحكمه خاص بيه، انه قال ان المهندس عادل القيعي اتهمه اتهامات غير دقيقه وغير صحيحه واثرت عليه جدا وعلى سمعته وعلى مكانته وعلى الكلام ده. النهارده ايضا وامبارح المهندس عادل القيعي تقدم ببلاغ يتهم فيه السيد ممدوح عيد بانه بالبلاغ الكاذب، فان ما ذكره عنه واتهامه له في القضيه دي واتهام كاذب، وانه لم يتجاوز في حقه ولكنه رصد وقائع كانت موجوده في علاقه سابقه بين ممدوح عيد وبين النادي الاهلي. إذن التطور مستمر والازمات متلاحقه ومستمره بين الاطراف، ما بين نادي الاهلي من جانب وبين نادي بيراميدز من جانب، والتصعيد هو السمة. يعني انا قبل كده طرحت فكره التصالح وغلق البتاع ويبقى الملعب هو اللي يقول مين، يعني في الاخر الاهلي في حته تانية، يعني مش عشان خاطر انه مع بيراميدز او حتى مع اي حد، يعني
الاهلي ثم بعديه الزمالك دول في حته ثانيه ككوره وكامور فنيه وكبطولات. واذا حتى بيفكر انه يناوش او يخش يسحب البساط شويه او يحاول يكسب بطوله ده حقه طبعا، لكن الملعب هو اللي يحكم مش القضاء، وطول الوقت قضايا ومحاكم وكلام من ده. انما في الاخر سنرى ماذا ستسفر عنه مثل هذه الامور. عايز اقول لكم بس على حاجه، انه رابطه الانديه المصريه في طريقها للاعلان رسميا خلال ساعات عن اقامه مباراتي القمه، الاهلي والزمالك اللي هي ميعادها 15 ابريل، ثم الزمالك والاهلي في الدور الثاني اللي ميعادها 25 يونيو في الشقيقه السعوديه. المباراه الاولى هتقام على بارك اول اللي هو الملعب اللي موجود في الرياض، والثاني في الجوهره المشعه على الملعب اللي موجود في جده. وزي ما قلت لكم قبل كده، الجوائز $500,000 لكل نادي على المباراه مع حفظ حقوقه الاعلانيه كامله، وايضا نسبه من التذاكر وبعثه 45 فرد، وفي الاخر برضو الناس هتكتسب وهتاخد 3 ليالي مجانا وطياره خاصه وكل الكلام ده، فيه مميزات كثيره جدا جدا. وقلنا ان الموضوع ده هدفه هو جذب وجلب مفاهيم جديده للايرادات تعين الانديه على المصروفات اللي بقت رهيبه جدا على الانديه، خصوصا الانديه الجماهيريه. الاهلي بكل جبروته المادي ورعاياته اللي هي محدش يقدر يقرب منه ولا من نصه ولا من ربعه، يعني اللي بعد الاهلي يمكن بالربع في حجم المداخيل، الاهلي اعلى مداخيل في مصر، واللي بعديه الزمالك يمكن اقل منه بنسبه قد تصل الى 60-70% في المداخيل، ونادي زي الاسماعيلي اللي قيد مقفول بسبب مشاكله الماديه، وانديه كثيره جدا عندها ازمات زي المصري وزي الاتحاد السكندري، ولولا هنا موجود ناس يعني هنا او هنا رجال اعمال وبتقدر تصرف من جيبها او تحل مشاكل، هنا كامل ابو علي وهنا محمد مصلحي، كانت الامور هتبقى فيها مشاكل كبيره جدا. فالبحث عن ايرادات جديد، فانا بقول لكم رابطه الانديه ستعلن خلال ساعات بعد ان تاتي موافقه الاتحاد الدولي، بعت رسمي للاتحاد الدولي الموافقه اللي تحصلوا عليها. بصوا بقى عشان الكلام يبقى واضح، الاهلي ارسل موافقه رسميه للرابطه على اقامه المباراتين في السعوديه، الزمالك ارسل موافقة رسمية للرابطة على اقامة المباراتين في السعودية، اتحاد الكرة المصري ارسل موافقة رسمية للرابطة، اتحاد الكرة السعودي ارسل موافقة رسمية للرابطة على استضافة المباراتين، والرابطة ارسلت موافقتها ايضا. كل الموافقات الخمسة دي اتبعتت للاتحاد الدولي لاعتمادها والموافقة، كله موافق عشان ما حدش يزايد على حد، كله موافق والموضوع رايح في سكة انه هيتلعبوا. هنا موافقة الاتحاد الدولي يعني لازم تتم عشان تتعمل القصة دي، يعني الاتحاد الدولي اللي يقول اوكي، وحد هيقول لي ما اسبانيا قبل كده طلبت من الاتحاد الدولي ان هي تستضيف ماتشات من الليجا الاسبانية السنة اللي فاتت، والاتحاد الدولي رفض، كان عايزين 15 مباراة، لكن رفض الاتحاد الدولي مش رفض للفكرة بقدر ان كان في مشاكل بين الرعاة. يعني الليجا الاسبانية لما اطلعنا وبصينا وشفنا وتابعنا الاخبار ورجعنا ودورنا وبحثنا وكل الكلام ده، لان الليجا الاسبانية عايزة تعمل ماتشات في امريكا، لكن كان في مشاكل في الرعاة ان الدوري نفسه ليه رعاة، وكانت الليجا عايزة الرابطة الأندية الأسبانية عايزة تدخل رعاة جدد، فحصل أزمات بين الرعاة، الرعاة الموجودين للدوري الأسباني اشتكوا للفيفا، مع الرابطة الأندية الأسبانية هي كمان تدخلت، فالفيفا أوقف الموضوع ورفض. احنا عندنا كله موافق، يعني رابطة الأندية المصرية برعاية الأهلي في ماتشه، الرعاة بتوعه ماتشه وإعلاناته في الملعب، مع رعاية الزمالك ماتشه وإعلاناته في الملعب، الشركة الراعية هنا وهنا مشاركة في الديل، السعودية موافقة، اتحاد الكرة المصري موافق، مفيش حد متضرر خالص من هذا الأمر. أي حد يقول لك إنه مش موافق غلط، كله موافق. لذلك في تويت عملها السيد ممدوح عباس قلبت الدنيا، إن هو رافض الفكرة، رافض فكرة إقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية. قال لك أختلف جذريا مع رؤية إدارة نادي الزمالك وموافقتهم على لعب مباراة الأهلي في الدوري العام خارج مصر، ومهما كان العائد المادي فالأصل أنها بطولة مصرية، ولم أرى في حياتي بطولة دوري عام تلعب إحدى مبارياتها خارج النطاق الجغرافي للبطولة يتبع، وكنت أعتقد أن نادي الزمالك تعلم كثيرا من تجربة السوبر المصري. سيد ممدوح عباس دخل الزمالك كده في مشكلة، هل إدارة الزمالك ستخالف رأي السيد ممدوح عباس لأن هو ليه دور جدا في الصرف دلوقتي على نادي الزمالك، هل ستخالفه في الرأي؟ هنا ممدوح عباس بيتكلم وفق اللي بيقوله جمهور الزمالك إنهم اتظلموا في ماتش الكاس، هي لأن نتيجة ظلم فني ولا نتيجة مبدأ على إقامة المباراة في السعودية ولا لأ؟
في اختلاط في القصه وفي ازمه جوه نادي الزمالك، بس اللي عايز اكده ان الزمالك من يومين بعت الموافقه رسميا على المشاركه. إيه عايز اقول بمناسبه الماتشات افريقيا، الاهلي عنده طبعا يوم الجمعه بعد بكره ماتش سيمبا التنزاني، خلاص اسامه ابو علي شارك في التمرين كامل امبارح، والدكتور احمد جاب الله قال ان هو جاهز للمشاركه ومشاركته من عدمه وقرار فني بتاع مستر كولر، يعني لسه ياسر ابراهيم في المرحله الاخيره من العلاج، محمد الشناوي في مرحله يعني شبه الاخيره برضه من العلاج هيرجع قريب، نفس الكلام ياسر ابراهيم برضه في المرحله الاخيره من العلاج وهيعمل اشعه، وكمان الشناوي هيعمل اشعه عشان يحددوا القصه بتاعتهم ماشيه في انهي اطار وقدامهم قد ايه، نفس الكلام بالنسبه لإليو ديانج اللي سافر عشان وفاه والدته، نقول له البقاء لله طبعا ونعزيه في وفاه والدته ربنا يرحمها يا رب، وبرضه في المرحله الاخيره من العلاج والده هو برضه في المرحلة الأخيرة من العلاج. بالنسبة برضه بمناسبة المصابين، يوسف أوباما جاله كسر في وشه، شفنا صور كان مشيارة فتوح مع الزناري في زيارة ليه، هذا الكسر هياخد شهر على الأقل، بس الزمالك هيحاول خلال 10 أيام يلبسه واقي، لكن طبعا لن يلحق بمباراة القمة، صعب جدا يلحق بمباراة القمة اللي هي ميعادها يوم 15/4. نفس الكلام امام عاشور برضه لن يلحق بمباراه القمه، وان كان بعد القمه يستطيع امام عاشور ان يشارك في تدريبات النادي الاهلي، وعلى اخر الشهر اعتقد امام عاشور هيبقى جاهز للمشاركه في المباريات. عايز اتكلم عن دوره الكره القدم اللي عملها حزب حماه الوطن. الحقيقه حزب حماه الوطن عمل دوره في كره القدم شارك فيها امانات الحزب في كل المحافظات، والحقيقه انا بنحاز للدورات اللي زي دي خصوصا لما تعملها الاحزاب السياسيه، لانه ده احتكاك مباشر بالمواطن المصري، والاحزاب وكل حزب سياسي بيبقى له احتكاك اكبر بالمواطن المصري، اذا هو بيؤدي دوره بالشكل الامثل، لانه الحزب في الاخر هو بيقترب من المواطن المصري وبيشوف مشاكله ويحاول يحل مشاكله عن طريق نوابه في البرلمان، سواء في مجلس النواب او الشيوخ، يطرح هذه المشكلات ويبحث عن حلولها، وتبقى موضوع موضع اعتبار طول الوقت في القوانين اللي بتشرع وفي تعديلات القوانين اللي بتتم وفي الرفع في اللقاءات اللي بتتم مع السيد رئيس الجمهوريه او مع السيد رئيس الوزراء او مع الساده الوزراء. كل الكلام ده بتبقى حاجات احتكاك مباشر بالمواطن، وده دور حقيقي للاحزاب، لذلك لما بتحصل علاقات بهذا الشكل ويثق المواطن في الحزب السياسي معناه ان الحزب بيؤدي دوره على اكمل وجه. الحقيقه الدورات اللي زي دي الواحد بيبقى حريص انه يحضرها عشان يشوف يعني قد ايه الدور اللي بيقوم بالحزب بيأديه في العلاقات المباشرة مع المواطنين. واليوم الحقيقة كان مبهج وبديع، وشفت المدرجات مليانة، طبعا كل الأمانات بتاعة الحزب على مستوى الجمهورية لعبت الدورة دي من أول رمضان، وصل الفاينل بين اسكندرية والدقهلية، يعني فرقة اسكندرية وفرقة الدقهلية، والمباراة لعبت الهيئة في جو يعني كان دافئ جدا، الجمهور كان بص الجمهور عامل ازاي في المدرجات، دول كلهم جايين من المنصورة ومن الدقهلية ومن اسكندرية ومن كل حتة عشان يشجعوا أولادهم يعني، وكانت أتوبيسات بتجيب الناس وتعملهم فطار وعايشين أجواء ليلة رمضانية ممتعة، وتشوف أسر وولاد وبنات وأهالي وأمهات وأبهات، يعني كان المشهد الحقيقة بديع جدا، والماتش حتى حلو يعني خلص 1-1، ماتش كان مثير، مش خلص مثلا 4-2 6-1، لا ده خلصان 1-1، كان في نديه كبيره جدا بين الدقهليه واسكندريه وانتهى بالتعادل 1-1، واتلعب ركلات جزاء، كسب اسكندريه بركلات الجزاء. والحقيقه كمان حضر المباراه النهائيه طبعا سياده الفريق جلال هريدي، وهو يعني واحد من رجال القوات المسلحه المعروفين ورئيس الحزب، وايضا السيد اللواء احمد العوضي نائب رئيس الحزب طبعا، وكان ايضا مشرفا على هذا الامر سياده اللواء طارق نصير امين عام الحزب، والاستاذ هاني العتال امين الامانه المركزيه للاعلام
الاعلام في حزب حماة الوطن، وايضا الاستاذ احمد العطيفي امين التنظيم في الحزب، وعدد الحقيقه من القيادات، وايضا من نجوم الرياضه كان بيتقدمهم الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وعدد من النجوم يعني شفنا الكابتن محمد عبد الجليل، شفنا الكابتن ضياء السيد، شفنا الكابتن هشام يكن طبعا الفيلسوف والنجم ايمن يونس، شفنا الكابتن بشير التبعي، شفنا الكابتن حسن مصطفى، شفنا الكابتن ابراهيم نور الدين الحكم الدولي، يعني شفنا عدد كبير الحقيقه من النجوم كان عندهم حرص ان هم يحضروا هذا النهائي ويتعاملوا ويحضروا ويبقى موجودين ومحتكين بالجمهور في ليله اعتقد كانت احتفاليه. وشفنا بقى في النهايه التوزيع الجوائز، ده الجوائز وصلت 50,000 جنيه المركز الاول اعتقد، و 30,000 الثاني و 20,000 الثالث تقريبا الارقام كده. فالحقيقه كان يوم ممتع جدا. معي على الهاتف السيد كريم امام امين امانه الشباب المركزيه لحزب حماة الوطن. استاذ كريم مساء الخير. مساء الخير سياده النائب محمد شبانه، وتحياتي لحضرتك والبرنامج. اهلا بيك، والحقيقه بهنيكوا على الشكل العام للبيت بعد مين كسب، لكن الشكل العام للفاينل والحضور الجماهيري كان مكثف. انا اتفاجئت ان المدرجات مليانه، واتفاجئت الناس واقفه بره حتى الصاله المغطاه في استاد القاهره، والتنظيم كان حلو والشكل حلو والناس مبسوطه، وكان بيقضوا امسيه رمضانيه جميله جدا، وجايين من المحافظات سواء من اسكندريه او من الدقهليه في اتوبيسات مخصصه وفطاروا، يعني كان يوم عائلي زي ما بيقولوا كده في وجود قيادات الحزب مع نجوم الكوره مع نجوم الرياضه مع الاهالي حتى اللي موجوده. يعني انا بهنيكوا على هذا المشهد. اتفضل يا فندم. شكرا لحضرتك. في البدايه عايز اشكر الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد كره القدم، والكباتن طبعا الكبار اللي شرفونا، كابتن ايمن يونس وكابتن بشير التبعي وكابتن هشام يكن وكابتن حسن مصطفى وكابتن ضياء السيد كابتن محمد عبد الجليل وغيرهم كتير على وجودهم وتشريفهم. كابتن ضياء السيد تمام، وكابتن ضياء السيد طبعا على وجودهم وتشريفهم وتسليم الكاس والجوائز للفائزين. عمل روح وعملت امسيه رياضيه مع الحزب كانت طبعا ليها تاثير وكان ليها حضور جميل. انت بتتكلم حتى انا بذيع لقطات للمدرجات اللي كان فيها كثافه من الاهالي ومن المواطنين اللي جايين من من المدن في الدقهليه واسكندريه، مش بس عشان يشوفوا الماتش، بيقضوا يوم حلو مع حزب حماة الوطن. بالظبط. الصراحه في البدايه برضو خليني اقول لك ان قيادات حزب حماة الوطن بقياده الفريق جلال العريدي بتدعم دور الشباب في جميع المحاور. واليوم ده كان فعلا قايم على الألفة وقايم على التعاون بين جميع الأمانات النوعية اللي كانوا قائمين على تنظيم البطولة. ما كانش عمل فردي ولا كان عمل ولا كان فرد واحد، الأمانات كلها اتجمعت زي ما حضرتك بتقول. كان اليوم كان عبارة عن فسحة، اليوم كان جميل، اليوم كان الناس كلها كانت مبسوطة بغض النظر طبعا عن النتيجة، لكن لو حضرتك طبعا كنت متواجد وشفت الحماس والتشجيع. لا والماتش كمان كان الدقيقة رهيبة بجانب التشجيع، وخلص واحد واحد وبتاع في الدقيقة الأخيرة تعادل اسكندرية وركلات جزاء، ده ولا يعني فاينل الكاس كاس مصر. بالظبط. ما هو اللي شفناه ده في البطوله دي ان الغيره والانتماء والحماس مش بس الاهلي والزمالك. والله حقيقي الروح اللي كانت موجوده في البطوله والغيره من الشباب على اسم محافظته انها بتلعب، ان هو يخرج كل الامكانيات اللي موجوده، وان هو يتحط فجاه جوه الصاله المغطاه لاستاد القاهره ان هو الناس كلها بتتفرج عليه. كانت تجربه يعني الناس كلها كانت مبسوطه منها طبعا، وكان شفنا الاداء ده وحضرتك كنت شايفه طبعا في الملعب معانا. تمام تمام. انت قلت لي بدات كلامك بانه السيد الفريق جلال الهريدي حريص على دعم الشباب طول الوقت، يعني قول لي نموذج كده انتوا في امانه الشباب، ايه اكتر حاجه بتحرصوا عليها مع الشباب في مساله التثقيف السياسي، في مساله انك تسمع كمان حوادثهم وتسمع، لان انا بقول دايما باستمرار ان الاحزاب بتنقل نبض المواطن للقيادات السياسيه وللحكومه من خلال النواب اللي موجودين سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ وقت تشريع القوانين ووقت الحديث مع الوزراء اللي بيتواجدوا في المجالس النيابيه يعني ايه اللي انت اكتر حاجه حضرتك كامين للشباب شايف ان الحزب بيقوم بيها وبيسعى اليها مع شباب مصر؟ خد بالك ومع الوضع في الاعتبار ان مصر دوله شابه، يعني احنا 60% من الشعب شباب، يعني ما شاء الله علينا، يعني من مصر شباب. بالظبط. وخليني برضو في يعني اقول لحضرتك على اللي حضرتك بتقوله دلوقتي زياده عليه، ان احنا
فعلا دي حقيقه ان احنا بنعيش العصر الذهبي للشباب في عصر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي حقيقه احنا فعلا في العصر الذهبي للشباب. الشباب النهارده متمكن في جميع المجالات النهارده. مظبوط. كل القيادات في كل حته، قيادات في كل حته، اذا كانوا في المحافظه نواب محافظين او نواب وزراء او مظبوط في الوزراء بالظبط، وفي مجالس النيابيه في كل حته، في جميع الاماكن الشباب موجوده. الحزب دلوقتي بيسعى ليه ان هو استقطاب الكوادر. احنا فعلا ده اكتر حاجه عندنا مستمره هي استقطاب الكوادر والتدريب والتثقيف. احنا حتى امانه التدريب والتثقيف في الحزب قامت بمبادره جميله جدا دلوقتي شغاله، هي بتعمل دورات تدريبيه للشباب في جميع المحافظات كل يوم، وبيحضرها مئات من الشباب، وكل كل كل يعني كل فعاليه بتخلص او كل مبادره بتخلص بتبدا اللي بعديها على طول. بنعمل معسكرات للشباب للعائلات، يعني بيبقى فيه ندوات، بيبقى فيها رياضه، بيبقى فيها يعني ما فيش حاجه، ما فيش محور يعني بنقدر ان احنا نستغنى عنه، خصوصا ان القيادات دايما اي حاجه الشباب بيطلبها دايما بيقولوا لنا دي الاولويه. تمام. يعني دايما يعني اما في عندنا اي مقترح للشباب، اي تبني، اي فكره للشباب، دايما القيادات بيقولوا لنا ان دي اول حاجه ان احنا ليها الاولويه. تمام. ليها الاولويه قبل اي حاجه. تمام. استاذ كريم انا بهنيكوا على المشهد الرائع الحقيقه، ودايما ان شاء الله في نجاح وتألق مع حزب حماية الوطن. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. السيد كريم امام امين امانه الشباب المركزيه لحزب حماية الوطن. معايا بقى عريس اليوم ده، معايا الرجل يعني من الناس الحقيقه القيادات في الحزب حماية الوطن، ومجتهد جدا ويعمل في صمت باستمرار. وبعدين ليه بقول عريس بقى؟ لانه هو كان بيشارك في التنظيم وبيشارك، وبعدين فوجئت ان هو كمان راجل كوير جدا، وهو الحقيقه امين الامين العام لامانه اسكندريه لحزب حماية الوطن الصديق والغالي الاستاذ محمد مجاهد. مساء الفل. مساء الفل يا محمد بيه، تحياتي لحضرتك. مش عارف اقول بقى، ده انت كنت هيت كوتش وكنت منظم وكنت سياسي اليوم ده. انا هو العريس في اليوم ده هم شباب، بس العريس خد بالك بيبقى قاعد بيريح الناس بتشتغل. لقيتك انت بتشتغل بايديك هنا وهنا وهنا، وتطلع وتنزل وتعمل وتسوي. حب اسكندريه بقى يا محمد بيه، حب اسكندريه وامانه اسكندريه، ودي دي اقل حاجه نقدمها لامانه اسكندريه وامانه الشباب. هو في البدايه طبعا انا حابب اقول ان الاسبوع ده اسبوع فرح بسببين، سبب تنصيب طبعا سياده الرئيس طبعا، والحفله اللي احنا كلها شفناها والعرس التنصيب، وحاجه ثانيه فوز امانه اسكندريه بالبطوله على مستوى الجمهوريه. وانت كنت بتراهن على الفوز، خد بالك التعادل اسكندريه كان في الدقيقه اخر دقيقتين، يعني كان كنتوا خسرانين طول الماتش لغايه اخر دقيقتين، وبعد كده كسبتوا بركلات الجزاء. هو الجميل في الموضوع المنافسه، يعني زي ما قال كده بصراحه مفيش يأس، المنافسه طبعا لاخر دقيقه بصراحه وحاجه، وكان طبعا قدوا بالروح دي. يمكن حضرتك كنت موجود وشفت قوه التنظيم والمنظر المشرف اللي ظهر بيه الحزب في البطوله. ويمكن حضرتك شفت الاعداد كانت قد ايه، وكان معظم اللي موجود من امانات الشعب على مستوى الجمهوريه. وبعدين انا شفت جمهور جاي من كتير، واهالي جاي من اسكندريه ومن الدقهليه بكثافه، ومع ان المباراه في القاهره وفي الصاله المغطاه، يعني الناس كلها كانت حريصه تيجي، وكنت شايف اتوبيسات نقل الناس ووجبات وفطار وامسيه رمضانيه عائليه، يعني كان عائله عيلة متجمعة على افطار وعلى ليلة رمضانية حلوة، يعني زي ما تجمع عيلتك كده بصراحة يعني. يعني حسيت بكده في اليوم ده، يعني حسيت بالدفء، وحسيت ان الناس مبسوطة، والناس عمالة تتصور، والناس عمالة تهزر، حتى واحنا قاعدين الناس كلها عمالة. كان يوم جميل. كان يوم جميل. كان يوم حلو. هو انا هاخد من كلمة حضرتك مصر دولة شبابية. يعني مش شباب، فهو اي منظومة او اي كيان في مصر طول ما بتدي فرصة للشباب هتلاقي الكيان ده ناجح. تمام. يمكن حزب حماة الوطن من أوائل الكيانات السياسية اللي هي ادت فرصة للشباب وادت دعم لشباب الحزب على مستوى الجمهورية. فأكيد الكلام ده بينعكس على الأرض وبينعكس على الدولة ذاتها، لأن طبعا الأمانة أمانة الشعب عندنا في اسكندرية بالأخص طبعا بذلت مجهود كبير جدا في البطولة دي وقبل كده، وفي كل اللي بيطلب منهم في أي استحقاق بيقوموا بيه على اكمل وجه. طبعا فكان لازم ان احنا نقف وراهم ونساندهم في البطوله، وطبعا عايز نقدم بالشكر
الفريق جلال القريبي وقيادات الحزب في التنظيم الرائع اللي احنا شفناه يوم البطولة يعني. تمام، انا في الاخر بهنيك بالشكل الحلو الحقيقة لليوم، بهنيك طبعا على فوز اسكندرية وحضرتك الامين العام للامانة في اسكندرية، وبرضو بحب اقول انه في افتتاح لملعب سيدي بشر انا عارف يوم الحد مش كده، افتتاح كبير وبحضور برضو القيادات وبحضور شخصيات عامة والاهالي مش كده برضو في منطقة سيدي بشر ان شاء الله يوم الحد الملعب، عشان بس الناس تبقى عارفة. وبشكر الاستاذ محمد مجاهد امين الامانه الامين العام لامانه الحزب في حمايه الوطن في اسكندريه. وكمان لازم نتوجه في نائب الشكر لقيادات الحزب مره اخرى، السيد الفريق جلال الهريدي والنائب الاول السيد اللواء احمد العوضي والامين العام السيد اللواء طارق نصير والصديقي الاستاذ هاني العتال الامين الاداره المركزيه للاعلام في الحزب ومساعد رئيس الحزب، وايضا السيد احمد العطيفي الامين التنظيم في الحزب وكل القيادات في الحزب على المجهود اللي بيقوموا بيه. هنتابع هذا التقرير عن الدوره الرمضانيه لحزب حماه الوطن، ثم فاصل، ثم نلتقي بعد الفاصل مع نجومنا كابتن محمد عبد الجليل وزميلنا الناقد الرياضي الاستاذ بليغ ابو عيد. إيمانا بدور الرياضة في نهضة الأمم والأجيال الشابة، وبناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، نظم الحزب بطولة كأس حماة الوطن لكرة القدم، والتي شاركت فيها كل أمانات المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور قيادات وكوادر الحزب ونجوم الوسط الرياضي وحشود كبيرة من أبناء الحزب والمشجعين. اليوم بنحتفل بالنهائي للدوري كرة القدم اللي تم تنظيمه بين المحافظات خلال شهر رمضان المبارك، اليوم النهائي بين محافظة الدقهلية ومحافظة الإسكندرية في إطار يعني تشجيع الشباب وكل المحافظات على ممارسة الرياضة باعتبارها إن هي يعني أحد الدعائم الرئيسية لبناء الشباب. الحقيقة أولا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم وكمان اقتراب عيد الفطر المبارك. حماة الوطن على العهد دوما، احنا كل سنة بنعمل كأس لرياضي لكرة القدم لكوادرنا في كافة محافظات الجمهورية، الهدف منه ترسيخ مبدأ الاهتمام بالرياضة وبالشباب. الشباب في أولى اهتماماتنا وأولى أولوياتنا خلال تلك المرحلة، بنشتغل في كل المسارات المتعددة من أجل خدمة شباب مصر العزيزة، من حيث كمان تأهيلهم وتأهيل الكوادر السياسية منهم وكمان تأهيلهم رياضيا وبدنيا. السنة دي احنا مطورين عن العام الماضي من حيث الاستعداد والتجهيز، وكمان دعوة نخبة من الشخصيات المجتمعية والشخصيات العامة والرياضيين. احنا دايما بنحاول نطفي على الاحداث التي نقوم بالعمل عليها ان يكون ليها طابع خاص من حيث الحضور ومن حيث الاستعداد والتجهيز. كمان حزب حماة الوطن بيهتم بكل الانشطه الرياضيه وبيهتم بالذات كمان بيمكن الدوره الرمضانيه دي عاده لينا على كل سنه، وزي ما احنا عارفين يمكن الكوره بالنسبه للشعب المصري ليها طعم خاص، وكمان بيبقى في طعم خاص بالنسبه للدوره دي بالذات لان هي بتجمع كل اعضاء الحزب على كل المحافظات على مستوى الجمهوريه. الحزب ما تاخرش عن المسانده والمساعده لأي حاجة للشباب بتعوزها خلال رحلات دورات أي ألعاب، وبدليل الحمد لله احنا النهاردة شايفين منظر مختلف تماما عن الموسم اللي فات في الأعداد في الجماهير في الإصرار. النسخة الثانية من البطولة بدأت بتنافس قوي للفرق المشاركة منذ انطلاقها في أوائل شهر رمضان، حتى وصلت الأجواء التنافسية بين الفرق بصعود فريقي أمانة محافظة الإسكندرية والدقهلية للنهائي، وانتهت المباراة بفوز أمانة الإسكندرية بلقب كأس حزب حماة الوطن. بطولة حلوة جداً، والنهائي طبعا كان نهائي قوي جدا،
بين طبعا الدقهليه واسكندريه، وبنقول للدقهليه هارد لاك وبنقول لاسكندريه الف مبروك. ده التتويج بتاع الشغل بتاع رمضان كله اللي اتجمعت فيه كل الامانات بكل المواطنين بكل الشباب اللي شارك في هذه الدوره لكره القدم، وده بجانب انه ايفنت رمضاني هو يعني نوع من منح الشباب فرصه الممارسه وفرصه المشاركه بدوافع ليهم انه بياخد جوائز وانه ياخد لبس انه يبقى مبسوط يحضر في مكان كويس وربما يكتشف حد، يعني ربما يعني ده من اهم الحاجات للدوره اللي زي دي. يعني انا بشوف ان دي حاجه واجب وطني ان احنا نيجي في حدث ونفرح مع الناس في رمضان ومع الشعب المصري، فانا شايفه انه حدث جميل وانا شرفت ان انا اكون فيه. الواحد فخور بالحاجات دي. انا يعني ما يتعمل في استاد القاهره وفي الصاله المغطاه من احسن المنشات في مصر، ده حتى بيدي حق للولاد اللي جايه تلعب او اللي بييجوا يشاركوا هنا ان لا البلد بترعاكوا، البلد عايزاكوا تيجوا تلعبوا، عايزاكوا يبقى في نهضه كويسه، فدي ان شاء الله باذن الله تتكمل على خير ان شاء الله. دلوقتي امكانيات عالميه بتلعب في استاد القاهره، استاد القاهره ده يعني مصنف من الاستادات العالميه كلها، فده حاجه يعني تبقى خروجه وفسحه ونزهه وحاجه بيوري الناس ان عندنا ايه برضه يعني اهتمام. اجواء من الالفه والروح الرياضيه العاليه سادت بين كل الفرق المشاركه والحضور لتؤكد على رياده حزب حماة الوطن في كل المحافل والمجالات. اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن محمد عبد الجليل. يا مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، كل سنه وانت طيب رمضان كريم. الله اكرم. فرحان قوي دلوقتي، كنت بتفرج مع على الاسماعيلي وفرحت قوي، يعني اول مره افرح ان حد يجيب جون في الدقيقه الاخيره كده، يعني اكن انا بشجع الاسماعيلي. انت والله كنت زي ما الاهلي مثلا. ليه الاسماعيلي يا كابتن؟ اولا كل اللي ماسكينه كلهم اصدقاء وحبايب، يعني عماد سليمان، ايهاب جلال، مع الاحترام يعني للكابتن عماد. النادي ده مش ما ينفعش يقع، ما ينفعش لو مش هيقع ان شاء الله. انا كل اللي بطلبه من الجماهير تصبر، لان الفرقه عندها لعيبه مش وحشه بس مش هيستحملوا الضغط. يعني النهارده رجوع احمد الشيخ لما جاب الجون الثاني ده، انا اجاي لما انا بس عايز اقول النتائج. المقاولين كسب الجونه 2-1 في الجونه، الاسماعيلي كسب سموحه 2-1، وسيراميكا وزد اتعادلوا 1-1. ولا حد داري عن نتائج الجوله دي، ولا حد داري غير الناس عشان الاسماعيلي ليه جماهير، فالناس متابعه الاسماعيلي. بكلمك بجد برضه الاسبوع الاخير في رمضان والناس نازله تجيب الكحك والبسكوت ولبس العيد وبتاع. بنمشيها كده، همشيها لك كده. انما الناس اللي تقول لك تسويق يا جماعه، لازم نسوق اكتر من كده، لازم. انت مع الماتشين القمه تلعبوا في السعوديه؟ انا مع اي حاجه يا جماعه الناس تعمل ايراد وتعمل ايراد وتدي النادي اللي يرجع ده يبقى معاه فلوس عشان يدي. خبر جديد، يعني انت استفزتني، اقول لك بجانب الفلوس اللي هياخدها الاهلي والزمالك واتحاد الكره والرابطه، يعني الاهلي والزمالك كل نادي هيتحصل على مليون دولار على الاقل في الماتشين. تمام. مليون دولار هتتكلم من 45 ل 50 مليون جنيه. تمام. في 2 مليون دولار كمان مرصودين في الماتشين يتوزعوا على باقي انديه الدوري. على باقي انديه الدوري. يعني كل نادي هيتحصل على 5 6 مليون تقريبا جنيه. سيبك طبعا في انديه معاها فلوس زي بيراميدز، زي مودرن فيوتشر، زي زد، لكن في انديه زي الاسماعيلي يفرق معاها، زي البلديه يفرق معاها، زي الاتحاد السكندري، الانديه الشعبيه اللي عندها دايما ضوائق ماليه وبتعتمد على الصرف من الاستاذ كامل ابو علي في المصري او الاستاذ محمد مصرحي في الاتحاد السكندري او الانديه دي. في انديه بتعاني، او في البلديه الشامي، يعني 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 في برضه انتعاشه ماليه من الماتشين دول عايده على باقي الانديه. اتاخرت كتير يا كابتن. ده خبر برضه ما كنتش حابب اقوله، بس انت بقى يعني سخنتني. حاجه محترمه كابتن. واحنا زمان كانوا بنطلع ماتشات اعتزال بره، كانوا ياخدونا ويدونا النادي فلوس بتاع، بس الحاجات دي لو زمان كتير قوي احنا جالنا اتظلم. وده سوق جديد انت بتخترقه المفروض، ولازم يعني تخترقه. تمام. استاذ بليغ ابو عايد، مساء الفل. اهلا بيك يا سنورز محمد. مساء الخير يا كابتن. انت كان عندك الخبر بتاع ان الانديه، حصه الانديه هتاخد فلوس، بس الرقم كان عندك؟ لا، هو الرقم، هو يعني الرقم اللي حضرتك قلته ده طبعا 2 مليون دولار كبير. طبعا مبلغ كبير، لكن الفكره ان هو من الاول ان هو الاعلى اتفاق في تاريخ ماتش في الرابطه او اتحاد الكره او انديه تحصل على هذا المبلغ. والقصه كلها مرتبطه جزئين، يعني لو اتكلمنا على الجزء، يعني انا ضد التشكيك في اي احد وزي كده، لكن هم جزء عاطفي. الناس بتقول لك طب هو ماتش الاهلي والزمالك اللي احنا كل الجمهور فيه مش هنروح؟ البعض الاخر بيلعب على وتر السوشيال ميديا،
ان احنا ما يطلع مثلا زي الاستاذ ممدوح عباس بتدوين لا الماتش ما يبقاش الزمالك ما يوافقش والتحكيم، فانت بتصير مشاعر الجماهير فناحيه جماهيريه لدرجه الناس النهارده بقى تتكلم ولك لا ده ممكن مجلس اداره نادي الزمالك ياخد قرار بكره في اجتماع، ولكن لا اعتقد ان هو مجلس نادي الزمالك. انا فاهم ان هو نادي الزمالك موافق وارسل لا ارسل رسمي انا عارف والرابطه بعتتها للفيفا رسمي انا عارف والفيفا وافقت والكاف وافق لا يا رسمي الرابطه ارفقت وافقت الاهلي والزمالك لانه لا يمكن يبقى انا بقول لك فكره النهارده انه التلاعب وده كلام جماهيري بس يعني فكره التلاعب ومش جماهيري خلي بالك الجمهور عنده وعي والناس تعرف انه النهارده انا لما اخد فلوس دي واجيب لعيب افك الضغط الماليه او حل ازمه مطيب افك او حل افك ازمه تجديد لعيب افك ضغط ماليه اوقف فكره حل تقييد تمام. النهارده يا استاذ محمد يعني ناخد المنظور الايجابي في يوم من الايام اتقال انه الدرب المصري ده خلاص الكره المصريه قل الاهتمام بيها، النهارده لما تروح تلعب ماتش الكاس الناس كلها اهتمت بكاس مصر، النهارده اثبت انك انت الدرب الاقوى فخلاص استثمار نجاح الكاس ده ما نوقفش عنده، لا النهارده كمان في ديربي تاني رايح تلعب الدوري وده دي رساله انه احنا ما زال الدرب المصري هو الاقوى عربيا وافريقيا وهو اللي مطلوب وهو اللي زي كده وهو اللي بتيجي وراه الملايين الجانب السعودي برضه على الاستضافه فده الجانب اللي بياكد لا يعني دي حاجه انا شايفها اضافه لينا احنا وتاكيد ان احنا برضك مهما اي احنا انتقدنا قلنا الدوري المصري اللعيبه فيه قلت مستواها ما فيش افراز لعيبه مميزين لكن برضك يبقى هو اللي ليه رونقه هو اللي لما تلعب برضه الدرب المصري بره في السعوديه بقى حديث العالم كله. انت النهارده يعني طبعا يعني احنا جمهور لو انت تتكلم عن الناحيه العاطفيه فالجمهور نفسه يتفرج على ماتش الاهلي والزمالك لكن ده برضه ما يمنعش ان انت الكوره دلوقتي استثمار هتحقق عائد فكره ان انت لا فكرة والله صناعة لا اصل خلي بالك اصل لا في اوروبا السوبر والكاس بس طب ما شيء طبيعي ما شيء طبيعي النهارده انما الدنيا خلاص كان الاول بدا بده اللي لو استفاده ليه انه هينقل الماتش وهنا لا بس انا بدينا مثال الدوري الاسباني رابطه الانديه الاسبانيه بتسعى لاقامه 15 ما انا بقول لك ما فيش مشكله بالعكس من الدوري الاسباني اطرافها انديه ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد اللي هو الحاجات اللي وحصل مشكله اللي اوقف الموضوع السنه اللي فاتت مشكله الرعاه انه كان في رعاه جديده الرابطه جايبه غير رعاه الانديه في الدوري فحصلت مشكله اشتكوا الفيفا الفيفا عمل هولد على القصه بسبب ازمه الرعاه لكن يعني انت ما عندكش الازمه دي يعني الكابتن عبد الجليل مثلا بيتكلم يقول لك طب وبيراميدز حب يلعب ماتش قلت له طب يعني لو الزمالك والاهلي وافق ايه المشكله انه بيراميدز يلعب في الامارات وبيبقى فيه عائد يجي اي فريق فيه بره الاسماعيلي مثلا جاله فرصه بس هذه بتبقى جاله فرصه موافقه الطرفين ايوه طبعا موافقه الطرفين الاتحاد الدولي بس لازم الاول لا بس الاول الناديين لازم يوافقوا ماشي الناديين والاتحاد المستضيف والاتحاد الدولي هو الاتحاد الدولي دلوقتي يا استاذ محمد والاتحاد القاري هو الاستثمار في خلاص كله دلوقتي اتجه للاستثمار هو انت هو النهارده الكاف والاتحاد الدولي بيعمل بطولات كتيره ليه؟ وكل شويه بيعمل رفع عدد دول كاس العالم ليه؟ عشان ايه؟ ما هو كله ده كله فكره استثمار دلوقتي في فكر كمان الفتره الجايه او في فتره الاعداد ان احدى الدول برضو هتستضيف فرقتين من افريقيا اللي هو الاهلي والزمالك وفرقتين من اسيا اللي هو الهلال او النصر معاهم واربع فرق من اوروبا على راسها ريال مدريد برشلونه دي دوريات يعني بايرن ميونخ هتعمل في السعوديه ممكن دوره وديه يعني دوره وديه اربع فرق انت عارف الاهلي لما يلعب ريال مدريد وبرشلونه او الزمالك بس هي رسمانه يا كابتن عشان بس دي نماذج لازم تقول اوروبا اوروبا طول الوقت ليه فين ايه المشكله في اوروبا هي في اوروبا دخلت في صدام مع الاتحاد الاوروبي بسبب السوبر ليج لان عايزين يرفعوا ايراداتهم لو تفتكر طبعا وعلى راسهم ريال مدريد وبرشلونه ويوفنتوس اكبر ثلاث انديه الدوري الاسباني وتحكم لهم يا استاذ محمد تحكم الفدراليه ان هم يعملوا البطوله الليجا الاسبانيه او رابطه الانديه الاسبانيه عايزه تعمل 15 مباراه جوله من الماتشات في امريكا البريمير ليج عايز يعمل عمل حاجه اسمها البريمير ليج الصيفي في امريكا كل الانديه دلوقتي مهما كان عنده ايراد وخلي بالك دول عندهم ضائقه احنا بنعاني من فلوس احنا بنحاول بنمشي لا انا بقولك يعني انت عايز كسبت خير النهارده لما اهلي وزمالك استفادوا وبقيت كل الدوري استفاد احنا عاطفيا ده مش هنقدر فيه بس مع يا استاذ محمد عدم التشكيك في اي حد كل واحد يلعب بره وجهه نظره طبعا ما لهاش عشان بس ما نزهقش على بعض المشكله قلت لما وجهه نظري ما نزهقش على بعض فكره ان واحد لا انت وانت لا وهي وجهه نظر محترم يعني اللي بيقول لا انا احترمه صح عاطفيا انا عايز الدوري بتاعه موجود عاطفيه بس لا ده يزيد على ده الجمهور اكتر من لازم ولا ده يزيد على ده ما يصحش طبعا وعايز اقول حاجه ان تصريح لبريس ده رئيس نادي ريال مدريد اكتر نادي بيعمل ايرادات في العالم واكتر واحد بيدور على الفلوس واكتر وايرادات اكتر أيوة رغم كده رغم كده اسيا كمان بيروح الجولات بتاعته الصيفيه والشتويه هات لي ان هو مصر على السوبر ليج او مصر على انه يشارك في ماتشات الدوري الاسباني في امريكا بسبب الازمات الماليه اللي بيعاني منها ريال مدريد تخيل
وبرشلونه اللي ما عرفش يجدد لميسي بسبب ايه؟ دلوقتي الاهلي والزمالك مروحين وريال مدريد ما جددش لميسي وبلديه المحله يخش لها 5 مليون يا فندم برشلونه ما جددش لميسي لو الاهلي والزمالك بيعانوا عشان الفلوس الاهلي والزمالك عندهم مشكله ميسي دولار لما عقده خلص مع باريس سان جيرمان حتى المره الثانيه ما راحش ما رجعش برشلونه عشان الفلوس فاذا دي انديه النهارده بقى في تضخم على مستوى العالم وفي مشاكل ماديه انت بتبحث عن مداخيل وعايز اقول له على حاجه قبل ما نقفل بقى الكلام ده نسبه التوزيع اللي عملته رابطه الانديه المصريه في البث الفضائي انت عارف في نسبه بتروح لانديه الدرجه الثانيه والثالثه وصلت السنه دي كام 42 مليون جنيه كان 12.5 مليون و14 مليون و15 مليون اذا في كمان انتعاشه بتتم لانديه القسم الثاني فما كنتش هتبحث طول الوقت على ايرادات ومداخيل لكل الانديه مش هتقدر تصرف مش هتعيش يعني هو بن شرقي مشي ليه من الزمالك الفلوس الاسماعيلي توقف للقيد وحضرتك يا محمد الاهلي مش عارف يجيب مهاجم تقيل ليه 4 5 مليون تقيل عنده كاس عالم لو افتكرت لو تفتكر السنه اللي فاتت في نهايه الدوري رابط الانديه الشعبيه كان الاستاذ محمد مصالح وكامل ابو علي والمحل عملوا رابطه بيقولوا يا جماعه مش لاقيين حد يساعدنا بالظبط وما عرفوش يوصلوا لحاجه بالظبط فالناس دي كلها معانا على التليفون النهارده اي دخل اي دخل اي دخل كلها اول حاجه بيتكلموا الناحيه العاطفيه دي حاجه جميله ونحترمها خد بالك لكن انت دلوقتي في عهد يعني اي نادي محتاج اي جنيه يدخل الاهلي هو الاهلي والزمالك هو الزمالك اتحاد الكوره هو اتحاد الكوره هي مباراه بتتلعب في حته وكلها يا كابتن المداخلات اللي بنعملها مع الانديه الشعبيه مع اي مسؤول تقول له اول ازمه بتواجهك الامور الماديه المداخيل بتاعته مش قادر وعنده حق طيب خلاص احنا اذا احنا مع فكره اقامه المباراتين ان شاء الله في وهيتم الاعلان خلال ساعات كابتن عبد الجليل قبل ما اطلع الفاصل الاهلي عنده مباراه سيمبا يوم الجمعه وسيمبا وصل النهارده بالسلامه وقبل المباراه ب 48 ساعه زمان الاهلي راح برده قبل المباراه ب 48 حد بتاعت الراجل مفيش فايده ما بيحرمش حتى عبد الحق بن شيخه بيقول لك انا راح اكسب الاهلي في مصر ومفيش حاجه وحتى لو خسرنا احنا هنروح نكسب الاهلي ونحقق المفاجاه وكل بلا 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 الكلام الكتير خد بالك ان هو ما عندوش حاجه يخسرها فما عندوش غير الكلام وانا اقلق برده يعني وهي فرقة مش سهلة فرقة لا فرقة كورة بس هو لازم تخلص من الشوط الأول على الأقل واحد أو اتنين عشان يهمدوا خالص يبقى الماتش هادي هل أنت الماتش قلقك ولا أنت شايف إن الأهلي أموره مستقرة؟ لا الأهلي كسبان هناك واحد وخد بالك الأهلي غير ماتش الذهاب هو مريح أسبوع طبعًا دلوقتي طبعًا ماتش الذهاب ما كانش مريح كان في لعيبة كتيرة مش فايقة لا والمنتخب كان لعب الثلاث والاهلي سافر راح روسيا الصبح وسافر الاربع غير الماتش الثاني هنا كمان 40 50 الف مشجع انت فاكر ماتش الهلال السوداني اللي كسبنا فيه ثلاثه 30 الف دي تصريحات طبعا رئيس النادي 30 الف المباراه انا مش شايف من هنا سليم عبد الله سناتي الى القاهره من اجل الفوز على الاهلي ماشي عم سليم استاذ سليم عبد الله رئيس نادي سيمبا التنزاني مع انه نزل بالشنط الملعب هناك لكن بالشنط الفلوس لكن برضه خسر ما في الموضوع ده انت بيفكرني بزمان لما كان الفرقه تكسب ويبقى ماتش جامد ويقول لك الفلوس في اوضه اللبس ما بنكسبش ابدا طالما قال الفلوس في اوضه اللبس ما بنكسبش طبعا العيب بيفكر في رزمه جايه له بره وبتاع بيقعد بيتشغل اكتر طبعا بيتشغل اكتر الكلام ده ان مفيش حاجه اسمها الشنطه موجوده والفلوس موجوده والكلام ده كلام استاذ بليغ انت معاك كابتن عبد الجليل ان الاهلي خلاص يعني شبه تاهل هو طبعا لو بلغه يعني الارقام الاهلي طبعا يعني وضع مش وضع قدم واحده يعني قدم ونص كمان حطهم في وده اول انتصار للاهلي على فكره في تنزانيا طبعا ويعني النادي الاهلي خلي بالك يكفي ان انت حتى المكاسب عوده كوكا بالمستوى اللي ظهر بيه ده فانت خلاص يعني انت خلاص على فكره دي من اجابات كابتن حسام حسن انا بقول لك لحق ظهر يعني الحق يقال هو جاهز كوكا للاهلي وده الحق يقال غير انه جاهز للاهلي هو راهن عليه والولد كان كويس وظهر مع الاهلي ونفسه خد بالك ان هو الولد كان هيلعب اساسي الاهلي ما هو راهن كويس بس هو النهارده يعني خط اسطمبه ثانيه لا خط وسط الاهلي النهارده يعني خلاص يعني بقى خط وسط النادي الاهلي الناس تتكلم لازم يبقى هو خط وسط المنتخب اللي مروان والسولية وكوكا طبعا يعني انت لازم النهارده ولما يرجع اشوف انت النهارده عندك يعني حتى لما يعني سبع اشهر فزي كده وقفشه برضك الراجل حتى في اعتماد عليه فانت عندك خط وسط بصراحه مميز يعني هد اي فريق معاه مع خط الهجوم انا معاك في الاربعه دول بس كمان معاهم بجانب في رايي حمدي فتحي والنني كمان يرجع ودونجا يعني هو الحقيقه هو حمدي فتحي ودونجا اما النني دونجا الحقيقه النني لازم يا استاذ محمد حتى لو كان مستواه كويس ولعب كويس لا بس لازم مستوى النزول من مستوى الاعمار ده محمد. لازم لا دونجا فاجئني في دونجا في مستواه مفاجئني اخر خمس ست ماتشات للزمالك كابتن اقول لك دونجا ماشي بس لا يبقى لازم موجود. التواجد لا لازم خد بالك على حاجه خامس تواجد خد بالك انت دونجا ولا النني
لا دونجا، لان انا على السن برضك لازم يا كابتن نضحي شويه. انت عندك صغيرين في السن كتير، انا لازم تنزل بمستوى الاعمار. ما انت عندك لعبه مميزه، اصل انت عندك حمدي مش كبير اسرع واقوى. ما مش كبير حمدي، حمدي ما جابش 30 سنه. انا بقول امام مش كبير، ومروان مش كبير، ومروان اربعه يعني. لما تحط معاهم النني وقفشه مش كبير ما جابش. بص يا كابتن محمد، انت عندك افضل خط دلوقتي هو لعبت خط النص، فانت لما بتنزل متوسط الاعمار وكلهم يلعبوا فرصه، مع كامل احترام الكابتن النني، بس هو ملهوش مكان وسط المجموعه دي. لازم تبدا تضحي في بعض الاسماء في المراكز، لازم تدور كمان في خط الظهر، يعني لازم حجازي، ولازم يبقى تشوف له بدايل. ما انت مش هتقدر يعني اللعيبه اللي زي كده، انت لازم تدور على بدايل. العمود الفقري ده ما تلعبش فيك يعني. لا ما هو مش لو عندك واحد خبره في نص الملعب لازم يبقى موجود معاك. يعني احنا كنا معترضين ان طارق حامد يرجع زمان، لا لما بيرجع ليه تقول حتى لما انا اسالك سؤال هل قبل ما اقطع الفاصل برضو بمناسبه كلامك، هل يعني هو بريك شايف ان النني الافضل يبقى دونجا موجود؟ بس خد بالك مثلا يعني كان موجود برضو اكرم توفيق محسوب على نص الملعب لانه لعب بالظبط ولعب نص ملعب. هل كان يبقى النني افضل ولا يستعين باكرم توفيق في نص الملعب؟ بص في ناس كتيره بتقول ان النني بعيد. ايوه هو بعيد، بس هو ليه وقته، ليه نص ساعه. لانني لا في مستواه يلعب على اي حد بالظبط، وحتى صراحة. لو مش في مستواه دلوقتي وكبير في... لا ليه دوره، شايف دوره برضه يبقى مهم جدا حتى لو هتقلله بس تدريجيا وفي اوضه اللبس حاجه والنني اسم يعني يظل الثلاثي صلاح وحجازي والنني مطلوبين. هو ده العمود اللي بقول لك عليه، مطلوبين استمرارا. مطلوب طبعا يا كابتن تقلي ليك. هطلع فاصل، هنطلع فاصل سريع وارجع اتواصل مع حضراتكم. بعض الناس او النهارده اثير كلام اتسرب انه سيتم فرض عقوبه على شيكابالا وعلى نبيل عماد دونجا، ايقاف ماتشين و25 الف جنيه بسبب احداث كاس مصر والاشارات اللي عملوها، وفرض عقوبه ماليه 100 الف جنيه على النادي الاهلي بسبب هتافات الجماهير. لكن مفيش حاجه صدرت رسم من الاتحاد الكوره كلها تسريب. المشكله حتى دايما في قرار، حتى في القرار بتاعه بيجي اخر واحد يعني. كالعاده لازم يعني تسريب الاول، حتى في قراره بيجي اخر واحد. بص يا محمد، طبعا دي محتاجه تسريب. انا بقول لك حاجه زي دي محتاجه، انا بقول لك حاجه، هو في النهايه يبقى في يعني شوفوا لنا المواقع، حطوا لنا المواقع كده اللي كاتبه. حتى في موضوع الشيبي، هو في موضوع الشيبي مش عارف هل هم انفردوا بالكلام ده ولا ده تسريب. ما انا يعني هنشوف بعد القرار ما يطلع هنقول اذا كان انفردوا او ده كان مش صح يعني. حتى في موضوع الشيبي ما تلقاش كلمه واضحه ومقرر من اتحاد الكوره. ده موقع اي بي ارينا، ايقاف شيكابالا ونبيل عماد دونجا اهو، مباراتين تغريبهم 25000 وتغريب الاهلي 100000. اوريك كده حاجه تانية، اعتقد كل الكوره كمان، كل الكوره كمان يا جماعه برضو. ده هو الخبر منتشر يعني ما بس ما فيش، ما طلعش رسمي من اتحاد الكوره في مواقع ما كتبتوش، لان ما طلعش رسمي من اتحاد الكوره. وادي كل الكوره برضو كاتب نفس الكلام، القصه بتاعت نفس العقوبه يعني. بغض النظر يا محمد القصه، نرجع لنفس القصه. الناس مش بتتكلم على شيكابالا وهو وعقوبته، الناس بتتكلم هو ده بيتطبق على، طب اتطبق على حسين الشحات ايه يعني؟ الناس ما بتتكلمش في دي. انت دايما قصه انه اللوائح العرجاء اللي موجوده في اتحاد الكوره وعدم المسطره في التعامل مع الجميع، وانه ما فيش خلاص النهارده واحد عمل واحد اتنين في اللائحه بتقول واحد اتنين، الناس تبقى عارفه. ودخل حسين الشحات في الموضوع لا انا بديك، ما الناس النهارده كل بتوع الزمالك من ساعه القرار، طب وليه حسين الشحات لما عمل كده مع الشيبي توقف كام مباراه؟ فبدات الناس ما بتتكلمش على العقوبه، لان النهارده الناس بتربط بين ايه اللي حصل في مع اللاعب ده. بقى لنا شهر الماتش ده كتير قوي. ما انا بقول، ما هو يعني عقوبه الشحات كانت طلعت امتى؟ ما هو دايما ده طلعت بعد 48 ساعة. ما انا بقول لك واتنفذت امتى؟ ما هو بقول لك اتحاد الكوره دايما قراراته متاخره، فقراراته متاخره بصراحه. فالنهارده انت بتتكلم يا استاذ محمد فكره انه النهارده طول ما، وعلى فكره حتى لو ما عاقبتهمش بس اطلع طلع القرارات، بس اديني فرصه بس. دايما دايما طول ما انت مش واخد قرار بتطبقه، لا مش التوقيت، اللائحه، ان انت النهارده عارف الناس ان هو العقوبه دي اللائحه مثلا ماتشين، 8 ماتشات، 4 ماتشات، 3 ماتشات، بتطبق تطبيق صحيح محدش هيعترض. لكن النهارده انت بتفتح باب الاقاويل، طب ليش معنى بس ده يعني؟ هو ده عمل زي اللي عمله ده اشاره، بس انت اشاره ليه على انه تسريب؟ مفيش قرار صدر حتى. ما انا قلت لك حتى الان احنا النهارده معلومه من اتحاد الكوره، مفيش معلومه طلعت رسمي من اتحاد الكوره، لكن لا استطيع تتوقع ان لا استطيع انكرها طبعا، وارد بقوه يعني. لكن اتحاد الكوره دايما الخبر ده صحيح يعني، ممكن 50%، لان انا دايما حتى بنشرش حاجه الا في الجورنال عندي الا لما تكون حاجه مؤكده. اسالك سؤال خاصه في الاخبار اللي هي مثيره للجدل. ما غلطوش ايه؟ غلطوا ولا ما غلطوش في الماتش؟ مين؟
كمان انا ما اتكلمتش على الغلط. ما قلتوش هو بعيد عن الغلط، هو انت ليه متاخر في العقوبه؟ انا بقول حاجه يا كابتن محمد، بيقول لك ما راح لهمش غير لسه الراجل مهزز كتافه وانتم يا كابتن الحكم في كابتن عادل محفوظ المراقب مقدم تقريبا يا كابتن عبد الجليل النهارده مش بياخد على المراقب بس لازم الحكم برضه النهارده الناس بتتكلم في حاجه انا ما قلتش غلط ولا ما غلطتش النهارده الناس برضك كالعاده في الاهلي والزمالك مثلا في ايام المنتخب لما كان لاعب يروح ولا حاجه الناس بتعمل المقارنات لو في حاجه ثابته واضحه في العقوبات محدش يتكلم لكن انت النهارده بتطبق لائحه لائحه زي ما بقول انا دايما دي لائحه على جيل زنقك برضه إيه؟ غلط ولا ما غلطش على ايه عايز اعرف لا طبعا بص بص هو غلط والاشاره واضحه مجادل في ايه لا مفيش جدل ماتش ولا طب ماتش هو لا ما في عايزين نبطل كلمه اشمعنى اللائحه ايه عايزين نبطل اشمعنى اصل حسين لا ما لا ما تقولش لا ما تبطلهاش دلوقتي مش في الوقت اللي يبقى على اللي تبقى على هواك توقف ولا لا 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 مش الوقت توقف ولا ما توقفش ايوه بس مش بس الناس شايفه العقوبه دي لا الناس شايفه العقوبه مش كافيه لا لا الناس شايفه العقوبه مش كافيه لا الناس قارنتها بامام عاشور قبل كده وبعدين قارنتها بشيكابالا النهارده شيكابالا اشاره مبهمه ووجهه نظره وهو نفى لكن لم اقصد هذا المعنى انا لا ابرر لشيكابالا اخطا لكن انت النهارده بتعاقبه نفس عقوبه كانت عقوبه صريحه من لاعب خطا واضح استوجب 8 ماتشات وانت بتقلل عقوبته بهذه الطريقه قبل كده وكهربا وحصل مع اتحاد الكوره ايه طيب ورفض ان هو تكرار الغلط زي كده يبقى ليه تكرار الغلط كذا مره بص بص مش تكرار يبقى ليه عقوبه يا كابتن عبد الجليل عكس واحد غلطها مره بص يا كابتن عبد الجليل مفيش حاجه برضه انت مررت ما انت بررت الاولانيه اهو يعني انت برضك بتبرر انا النهارده بتكلم في جزئيه النهارده اللائحه تطبق على الجميع عشان ما تقفل الجدل النهارده لما كابتن حسام حسن قال لك ما فيش لاعب هسيبه للمنتخب المعسكر جاي ما حدش هيعترض عليه صح. خلاص طبق نظام فانت النهارده بتطبق نظام النهارده انا خلاص انا اول ما جه النهارده انت معترض على في عمل الواحد النهارده شيكابالا اخطا النهارده الناس بتبص في اللائحه المفروض هيحصل 1 2 3 خلاص ان القرار زي كده لكن انت النهارده وفقا للاهواء والميول وده امر مرفوض وانت زي كده بتسير الجماهير فين اتحاد الكوره وفين لجنه المسابقات وفين القرار الحازم زي ما قال فين زي ما قال الاستاذ محمد القرار الحازم ليه التعليق على ان اتحاد الكوره مش في لجنه انضباط مال اتحاد الكوره جمال علام ما يقدرش يقول ده يتوقف كام وما يتوقفش كام ولا حازم امام دي مسابقات في الاول دي مسابقات الا لو حد لجنه انضباط دي حاجه في الاخر اللي بيعتمد القرار اتحاد الكوره كابتن ما هو انت لما يا كابتن احنا بنتكلم على اتحاد يا كابتن احنا بنتكلم على اتحاد الكوره ككيان ما هو النهارده لجنه المسابقات دي منين انا من اتحاد الكوره النهارده لو اتحاد شجع من هنا كلمه اشمعنى لا بص بص ما تجيش بص يا كابتن عشان نبقى منطقيين مش النهارده عشان مرتبطه بالزمالك تقول ما نقولهاش لما يحصل بعد كده كان قبل كده انه لجنه الانضباط كلها ما تنفذش قرار وتتوقف تتوقف في حكم المحكمه تقول لا غلطوا حسين ولا ما غلطوش لا يا كابتن لا لما تطبق لا الاهلي في نفس اليوم اعلن عقوبه في نفس انا بس انا عاوز اتكلم بعد ساعه الاهلي كان عامل بيان ولما وكان عقوبه حاجه برضه الحاجه حاجه ولما كانت استنى بس والنادي الاهلي عمل ايه في عقوبه كهربا لا الاهلي بعد عمليه رفع قضيه وقال لك اللجنه اللجنه دي اساسا مش قانونيه بس نفذ اكمل بس الجزء بس استنى بس لما قال لك لجنه مش قانونيه هو دفع عن اللعيب بتاعه يعني ده من حقه جاي الزمالك يحقه يدافع عن شيكابالا هو قال لك حركه مبهمه الزمالك يدافع عن ممكن تتقلص ممكن تقل الاهلي بياخد حق اللعيب بس بينفذ العقوبه يا استاذ يا كابتن محمد انت دخلتني انا بتكلم في حاجه انه احنا مش بنقول اشمعنى لحظه بس لا هتتقال يا كابتن لحظه يا كابتن طول مفيش عداله ما قالش مشكله الزمالك يا كابتن طول انا بقول مفيش عداله بقول لك مشكله الزمالك في 30 40 سنه اللي فاتت قال لك هو باصص على الاهلي برضه لا 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 انت اللي حولت الموضوع اهلي وزمالك انا ما اتكلمش كده انا بتكلم انا بقول في عداله في عداله تطبق على الاهلي والزمالك بنفس المعايير انت قلت انا اديت مثل بس عشان كده مثل بكهرباء المثل ده بيلعب فين انت اللي حولت الاهلي انت دايما هو بيحوله اهلي وزمالك للامانه بس برضه هو الجمهور دلوقتي بيبص لايه بيقول لك ما تقولش اشمعنى جاي تقول اشمعنى في واقعه طرفها الزمالك ما بتقولش ليه وقت الواقعه لطرفها الاهلي احنا غلطنا حسين يقصد كده يقصد كده كلنا غلطنا حسين انما مسكنا اشمعنى استنى بقى موقف قادم لا لا انا بص انا برضه مش عاوز احولها مش عاوز احولها الاهلي والزمالك انا بقول انه الخطا ان هو ده في لائحه تطبق العداله يبقى الناس عارفه ايه اللي يحصل لكن النهارده تيجي انت تبرر للاهلي وفي حاجات ومواقف ومن حقه يدافع عن حقوقه ولما يجي النهارده نقول العداله تطبق تقول لي لا ما تقولش اشمعنى ما العداله اتطبقت ده توقف وده توقف لا يا كابتن يعني انت شايف عقوبه العقوبه اللي كانت كافيه
انا بتاعت حسين الشحات بتاعتنا بقى. لا ما فيش بقى ليه مش دعوه. انا مش بتاعتي. لا مش انا قاضي. الدليل النهارده لو كانت العقوبه رادعه ما كانش رجع للنيابه العامه. لا ما كانش رجع للنيابه العامه. لا هو شاف رجع. لا هو حد بيعمل كده. لا ايه عايز يوصل ليه هو؟ هيحبس حسين؟ بص لحظه بس. وصمه عار في تاريخ حسين ده اتحبس. لا مش وصمه عار. الشيبي بس ما تقولش بس الكلام لحظه بس. الشيبي نفسه ده هيبطل كوره. ليه ايه مش ده من خارق القوانين؟ ما ينفعش. طب اديني بس فرصه. هو يا كابتن اديني فرصه. هو ينفع بس. انا اول حاجه يا كابتن نتكلم بس. انا قلت انه النهارده الشيبي بصراحه بدل شحات اعتذر مره واثنين فالموضوع الشيبي المفروض يقفله، لكن حقه في التقاضي وان هو بيتعامل موضوع انه جنائيا مفيش حد لا فيفا لا يا كابتن لا 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 داخل الملعب. هو الكابتن ابراهيم حسن قبل كده لما توقف في مباراه وكان بيدخل يتفتش الاتوبيس عشان فيه الكابتن ابراهيم حسن وما كانش داخل الملعب بيعرف يدخل، مش كان كانش تدخل ده كروي؟ ما كانش تدخل من الدوله في احداث لما توقف في بعض اللعيبه يا كابتن النهارده لو حصلت ازمه. ايه الواقعه دي بس؟ ايه الواقعه دي بتاعت ابراهيم؟ الكابتن ابراهيم حسن مش مره توقف قبل كده من اتحاد الكوره كان بيدخل الامن يفتش الاتوبيس عشان ينزل الكابتن ابراهيم حسن؟ كان عشان ما يدخلش الملعب؟ كان ماسك فين؟ لا 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 كان كان ايه؟ كان لعيب لما كان في الزمالك يا كابتن. ده امن ملاعب يا كابتن حتى لو حصل انا مش فاكر الواقعه. لا لا حصلت. انا قصدي امن ملاعب ممنوع. لا 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 ده الامن. لا مش الامن الملاعب. لا كان الداخليه اللي بتخش كده حتى لو الداخليه ده بقرار اتحاد الكوره. انا بس اديني بس مثل بقول لك هما بيقولوا النهارده بس يا كابتن لا النيابه العامه من حق بدل اللاعب لو دخل الملعب. اسمعك بس من فضلك اوضح دي من فضلك اتحاد الكوره يقول الاستاد في مباراه النهارده محمد زمانه ما يدخلش فلان ايوه وكاتبين اسامي المنظمين او الامن سواء من الداخليه او الشركات الامن الخاصه او اي حد بيبقى معاه كشف ممنوع محمد زمانه يدخل. برافو عليك. انا بقى بتسرب في اتوبيس بتسرب في طيب وقعت وقعت الكابتن حسام حسن في بورسعيد لما الامن قبض عليه عشان احتك بصحفي اوضحها بعد اذنك. مش كان ده في ماتش؟ اوضحها بس صحفي مش لاعب كوره مش كان في ماتش. طب اوضحها كان داخل الملعب بعد الماتش مش اجراءات ماتش ما تخلطش الامور يا كابتن. ده زقت ماتش يعني في دوره رمضانيه كانت بتتلعب امبارح ايه 2 3 زقوا بعض وضربوا بعض. انا احترم قرار إيه بس كابتن اللي النيابه لا لحظه بس انا ضد انا من حقه ياخد اي اجراء لكن انا بدل شايفه اعتذر فالموضوع اتقفل. لكن انت النهارده بتقول انه النيابه المصريه مش واخده بالها من الاجراءات دي وانه حولته للجنايات. انا قلت كده امر لا اللي من حقه يلجأ النيابه عارفه لوائح الدوليه عارفه القواعد. النيابه مالها؟ ما انا بقول لك ما هي النيابه اللي تاخد القرار يا فندم. اتحاد الكوره قدم النهارده الورق انه ده مشكله داخليه ده مشكله داخليه لكن النيابه العامه النهارده من حقها تاخد اجراءات. ما تخلطش الاوراق لو سمحت يا كابتن لو سمحت يا استاذ بليغ. النيابه تبحث في اي بلاغ يقدم لها والفيفا والفيفا والكاف بيقدر القرارات دي. اكمل بعد اذنك. انت قلت وجهه نظرك من اي مواطن مهما كان هو تمام. في اي مجال حلو هذا بقى الامر يتعارض داخليا جوه هيئه مع شؤون الهيئه ومع لوائح الهيئه اللي هي بتتخذ مواقفها لكن هي هتحقق بدورها عادي جدا وتقوم وهتدي قرار. وهي لو اتحاد الكوره اخذ قرار انضباطي مثلا ضد الشيبه ضد الشيبي مثلا قال له لا يا هتتوقف مثلا هل معناه النيابه تقف؟ لا النيابه الا لو راح الشيبي نفسه وقال انا متنازل. طب الاتحاد لما الاهلي لجأ للمحكمه وقال لك اللجنه تشكيل اللجنه باطله جمله. طب ما اديني بس فرصه. ايوه ما الاهلي لجأ احنا عشان ما حاسبش الاهلي ليه النهارده قلت الاهلي وقع في شر اعماله لما رجع للمحكمه المدنيه الاهلي. لما نيجي نتكلم انت بتخلي يا لحظه يا استاذ كفا مش انت بتضرب امثله يا فندم ماشي بس النادي الاهلي لما انت يا فندم لحظه واحده والنبي بس يا بليغ عشان بس دي نقطه حساسه انا عايز اوضحها. لما نيجي نتكلم النيابه اللي انا ادخلها في جمله ولا القضاء المصري في جمله ولا الداخليه في جمله ولا احنا بنقول حق القاضي محمد حلو. النيابه تحقق فيما ياتي اليها تمام ولن توقف التحقيق لمجرد تقول له اصل لائحه اتحاد الكره ترفض ان هي مالهاش دعوه. مالهاش دعوه صح. الطرف هو اللي راح يتنازل الطرف. انا مثلا عندي في قضاء صحفي النزاع بيني وبينك زي مثلا رحت انا قضيتك في المحكمه قانون نقابه الصحفيين بيقول ايه؟ تجي لي الاول انا اللي حقق اوديك اذن تروح المحكمه. النيابه هتروح تقول لها ده شبانه ما خدش اذن النقابه. النيابه مالهاش دعوه. لو انا رحت افرض النقابه جت تقول لي خلاص يا شبانه انت رفعت قضيه على بليغ انا هعاقبك وهوقف حدودك في النقابه. انا اعمل ايه؟ اروح النيابه انا اتنازل عن البلاغ. اذا النيابه تقوم بدورها مالهاش علاقه باللوائح الداخليه للمؤسسات. لا يا استاذ محمد بعد اذنك لحظه واحده بس مالهاش علاقه بس اديني حق الرد بقى. ما انت هترد بس انا اقصد لا نزج بالنيابه. من حق كل مواطن انه يلجا للنيابه وللقضاء. خلاص دي اتقفلت. انت بس الكلمه اللي عايزين نقولها هل اللوائح الخاصه باتحاد الكوره والاتحاد الدولي من وجهه نظرك واطلاعك تمنع ام لا تمنع؟ لا تمنع بس لا تمنع بس خلاص
بس انا عاوز اقول حاجه. النهارده النادي الاهلي لما لجأ للمحكمه وقال لك ان اللجنه دي غير قانونيه، مظبوط، انت مش كنت قلت ان النادي الاهلي من حقه يلجأ يدافع عن حقه؟ لا ما قلتش كده. طيب ما كانش في الوقت النادي الاهلي كان بعد ايه؟ بعد ما حقق الغرض منه وتحقق ان هو اجل فتره طويله ان اللاعب ما يتوقفش. ذكاء قضائي. لا مش ذكاء، ما هو ده ذكاء قانوني. طب يبقى اللاعب بيدافع عن حقه برضه، من حقه. ما ذكاء برضه، ما انا معاك. اللاعب يدافع عن حقه. بس الاهلي جه عند نقطة وما كملش حتى يتعرض للعقوبات. هو حقق هدفه وتحقق عند النقطة دي. اما التاني حقه ما تحققش. المحامين، انت عندك محامي في قضية مثلا انا رافعها عليك. بس محمد يعني هنقرر لده. مش ببرر ذكاء. هنعتبره ذكاء من النادي الاهلي. وموقف واحد دافع خان عن حقه نعتبره ان هو زي ما قال الكابتن عن جرير وقع نفسه في شر اعماله. انا ما قلتش كده. لما بيبقى كده الاهلي كان مخطئ في الاجراء بدليل ان الاهلي نفسه جه عند لحظه ما وتنازل عشان بعد ما حقق غرضه. انا معاك. طب اتحاد الكره ما عاقبهوش ليه في الوقت ده؟ ده شغل محامي. اتحاد الكره ما استدعاش الاهلي ليه؟ ما لجنه الانضباط تجتمع. لا، لجنه الانضباط رفضت الاجتماع، قال لك ما نجتمعش بدل الموضوع متداول في القضاء. انضباط اتحلت يا فندم. يا فندم ما هو بقول لك اللجنه رفضوا ان هم يجتمعوا، قال لك احنا الموضوع منظور قدام القضاء. الاستئناف هي رفضوا. الاستئناف هي اللي رفضت. رفضت ان هو رفضت لا رفضت انه الاجتماع يحصل. الانضباط استقالت. يا فندم بعد يا فندم ما انا فاهم الاجراءات. لما جات النهارده قال لك اللجنه دي غير قانونيه النادي الاهلي، حصل ولا ما حصلش؟ انت النهارده اللي اتحاد الكوره ما حولهاش ليه في الوقت ده؟ طب ان هو تخطط اللوائح ولجأت القضاء المدني. تمام. اللي انت بتقول اتحاد الكوره ما عملش ليه الاجراء ده؟ ان يعاقب الاهلي. ما عملش ليه الاجراء؟ انا بس تساؤل. انا بس بتساءل. بس الاهلي في الاخر ما هو المفروض ده هيتنازل بس بعد شهر بعد. انت الشيبي ممكن يتنازل؟ اي اجراء، ما لسه في اجراءات تقاضي كتير يا استاذ محمد. انت قصدك الشيبي ممكن مثلا ده قراره هو. ده قراره هو. ما انا فاهم، انت قصدك ممكن الشيبي مش هيتوقف. اتحاد الكوره لو خد اجراء ضده يبقى غير. انا من خلال قراءه اللوائح وانا بقرا لوائح كويس جدا، الشيبي لن يتم ايقافه. انا بقول في حاجه، الشيبي مخطئ في جزئيه واحده انه اسمه حسين الشحاته اعتذر له مره واثنين، وكنت اتمنى الموضوع يتقفل. طب انت لكن هو حقه يكمل في اجراءات التقاضي، هيكمل فيها ولن يتم معاقبته ولا تستطيع اي جهه معاقبته. دي قراءتك للوائح. صح. انت كابتن عبد الجليل شايف انه انت بتبص له كده ليه؟ مش هو يقول رايه. رايه بس ما يلبسنيش في الحيطه. قال لك النيابه العامه والداخليه. طب انت شايف ان مش من حق الشيبي يلجا للقضاء؟ يا سيدي حقه ولا مش حق؟ انا عمري ما شفت ماتش كوره كابتن يخلص في محاكم. طيب. احنا مش عايزين نخش. خلينا نقول الفصل دي. في الاخر ما سيسفر عنه الاجراء. يعني أوكي. يعني الفصل بين وجهتين النظر، حضرتك شايف انه من حقه وكابتن جه شايف انه حقه. اسالك سؤال، انا راجل مش مطلع. ايه اللي هيفيد الشيبي لما يحصل؟ انا راجل الشحات. انا راجل مش بتاع لوائح. ايه اللي هيفيد يا سيدي؟ ماشي لحظه واحده، في الاخر ممكن يكون متغاظ نفسيا متضايق. هو كل حر. الوقت ده الولد ده طلع حر مره واثنين وعلى. لكن خلينا نقول ايه كله. ان الفصل في الاخر هنشوف ماذا سيحدث. هو اللي هيفصل بينكم في اختلاف وجهه النظر ماذا يحدث. صح كده؟ تمام. الاجراء اللي هيتم، هل هيتنازل الشيبي ولا مش هيتنازل؟ اذا لم يتنازل ولم يتعرض للايقاف في وجهه نظرك سليم. اذا تنازل قبل قبل يتعرض. بس انا اتمنى ان التنازل طبعا، لان هو بصراحه انا من وجهه نظري انه الشحات ادى ما عليه تماما، لان هو بصراحه اعتذر مره واثنين وكان نتمنى الموضوع يخلص. تمام خلاص، ده برضو وجهه نظر سليم. كابتن عبد الجليل، بمناسبه الحديث عن كوكا من شويه، الاهلي بيعدل عقد كوكا بيرفعه للفئه الثانيه، يستحق؟ طبعا لازم. هو كان بياخد عقد الناشئين لسه، فالفئه الثانيه دي اللي هو حاطط رجله لسه ان شاء الله سنتين ثلاثه هيخش فيها اولى، وده حقه من حقه طبعا. طب الزمالك كابتن بليغ رفض عقوبه شيكابالا لانه اعترض على التغيير في الماتش الاخير، وانا بصراحه فوجئت بتقدير المدير الفني للموقف، وان هو شافه موقف عادي، قال لك دي نرفزت ملعب، ده اللعيب اللي ما بيحبش التغيير ده، بالعكس ده عنده غيره، وهو برضه التجاوز بتاعه ما كانش فوق الحد يعني. هو ده رؤيه تقديريه للمدرب وهو كيف يتعامل مع لعيبته يا استاذ محمد. في الاخر انت شايفين مدرب ما بيتقبلش انه اللي زي كده، لكن في النهايه ده شيكابالا هو بعتبره انه هو شريك ليه وقائد في الملعب. شويه الحاجات دي زي كده ما بياخدوهاش. انت فاكر برضو كولر محمد عبد القادر عامل نفسه راجل مش واخد البال. اول مره في مدربين او الاجانب عامه بيسيبها اول مره، ما بس ما خدهاش بغل معاك. لا ما بياخدهاش. وجوميز ما خدهاش بغل. كابتن انا الان هاريس مره غيرني وهو كان متفق معايا وطلعت اتنرفزت عليه. ومتفق معاك. متفق معايا، قال لي انت هتلعب ربع ساعه، كان فتره اعداد وكنت ماشي وانت قلت له اوكي. وقلت له اوكي وتمام، ورغم كده هو بيغيرك اتخانق الملعب اتخانقت وشط البتاع بتاعه. فقال لك ده راجل كريزي يعني، ده انا قايل له. قعدت اتاسف له يوم وما شالهاش جواه، وقعدت طول الموسم العب.
طيب انما لو قررت مني تاني اكيد خلاص بالك الراجل لازم يلم الفريق وشيكابالا هو عامل هو ذكي لازم يبقى ذكي حتى فعلا هيكون له دور مع الزمالك الفتره طبعا لعيب جيد ولعيب متميز واتمنى ان هو الزمالك يعني خلاص يعني يثبته في يثبته في الحته دي جنب دونجا طبعا لازم قدامه عبد الله ولا ناصر ماهر لا انا شايف انه ناصر عبد الله صعب يعني يشيل ماتش يشارك على فترات يعني ممكن كبديل في الشوط الثاني يعني نص ملعب الزمالك وجهه نظرك دونجا مش حياته ناصر طبعا انت مع الفكره احمد حمدي احمد حمدي مش ناصر لا ناصر معاهم في اوقات هيلعب بالثلاثه لا قول لي نص ملعب الثلاثي احمد حمدي ودونجا وناصر او عبد الله شحاته لعيب كويس جدا بس هو الراجل لسه يعني انت مع عبد الله يلعب تحت جنب دونجا لا من فوقيهم ما انا بقول لك يلعب أحمد واحد بس قدامه اثنين احمد حمدي ومحمد حمدي بيلعب سته برضو او ثمانيه يعني الاثنين يعني احمد حمدي ودونجا في الاهلي تقول لك كماشه والسوليه ومروان والزمالك عايز تغيره وتخليه يجري ويفضي الملعب انا في الاهلي ما عنديش غير قفشه تحت الفيرود فما استعين بيه يعني في احلك الظروف انما الزمالك عنده ناصر ماهر عنده عبد الله السيد عنده احمد حمدي انت مع انه عبد الله او ناصر جنب دونجا واحمد حمدي عشان يلعب انت واضح انك مؤمن بقدرات احمد حمدي لا 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 شايف لعيب كويس قوي قوي كابتن طيب. شفت كوره الماتش اللي فات لقيته جوه السكس يارد اللي ضيعها تمام الديفندر ده لما يلعب جوه ال 18 ده زي امام كده تمام كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا شكرا استاذنا نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله استاذ بليغ ابو عيد شرفتنا ونورتنا انا هختم واقول لك له بقى كل سنه وانت طيب نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس الى اللقاء